مساء الخير عليكم. اما يا ولا يا حسين، كانت حته الدين حفله مش ممكن الواحد يوصفها، كانت عاوزه تنشاف. قلت لك ما سمعتش كلامي. شفت يا ابني مسرح الكليه ده كان قد ايه؟ كان 80% منه بنات. كل ما تتلفت كده ولا كده تلاقي واحده بتكلمك، واحده بتضحك لك. انا مش هنام يا حسين، مش هنام الليله، هفضل احلم بيهم كده طول الليل وانا صاحي. الله، ايه انتوا مالكم؟ ما بتتكلموش ليه؟ في ايه؟ الله، ايه الحكايه يا نينا؟ تعيط ليه؟ ايه يا حسين، في ايه؟ الله، تعالى تعالى بس معايا، تعالى العب هدومك الاول. تعالى. ايه بس يا حسين، ايه بس؟ قول لي هنا. بابا زعل لنا في حاجه؟ متخانقين؟ الله، لكن هو بابا فين؟ بابا دخل المستشفى يا مختار. بتقول ايه؟ بابا دخل المستشفى؟ ليه؟ ماله؟ دخل ليه؟ بس على مهلك. الله، انا هحكي لك كل حاجه. ازاي ما حدش يقول لي؟ امتى الكلام ده؟ حصل ايه يا حسين؟ بابا جرى له ايه؟ ما تتكلم يا اخي. خير يا مختار، ان شاء الله خير. انت هتبدا تقول لي خير؟ خير مش انت كمان كده يا اخي؟ طب ما تقول يا اخي. ده انا قاعد من الصبح مستنيك عشان تسندني ونطمن قلب نينا حبتين. ايه بس اللي حصل يا حسين؟ ما تتكلم. مش عارف يا اخي. مختار. ايوه يا نينا. بقول ايه، كنت عايز اخد رايك في حاجه. خير يا نينا؟ مش برضو واجب ندي لعمك مرسي خبر؟ ايوه يا نينا، انت بتفكري في ايه؟ وهندي له خبر ليه بقى؟ يوه برضو يا ابني، مهما كان ده شقيق ابوك، ومهما كانوا زعلانين مع بعض، ده زعل قديم ويمكن يصطلحوا في ظرف زي ده. انت عارفه عمي ده غلس وكلامه واقف، ولو هيروح يزور بابا في المستشفى هيعكننه. يا بلاش يا نينا، بلاش بلاش. لا يا مختار، انت اللي بيتهيأ لك كده. دول اخواتي يا حبيبي، حد يتعكنن لما يشوف اخوه دخل عليه وهو عيان. وكمان عمي هيفتكر ان احنا رايحين نقول له كده علشان عاوزين منه حاجه. ما انت عارفاه، انا ما بقبلوش الراجل ده لله في لله كده. شوفي هو اكبر من ابويا قد ايه، وكل حياته فساد قد ايه، وزي الحصان. ما كانش هو اللي يعيا ليه؟ حرام يا ابني، دي حكمة ربنا. مختار، ايه الحكاية؟ في حاجة غير عادية عند اوضة بابا. غريبة، دي انبوبة اكسجين. فاهم اهو. صباح الخير، تعالى معايا يا مختار. وانت يا حسين، ايه الحكاية يا دكتور؟ انا مش عارف، مش قادر افهم ازاي ده حصل. ازاي ايه اللي حصل؟ حصل ايه بس؟ اسمع، انتم صغيرين، انتم كبار وتقدروا المسؤولية، وانا ما حبيتش اخبي عليكم. ما تتخضوش، عم مصطفى كويس. بس ايه؟ في ايه؟ مش عارف، جات له شبه جلطة. جلطة؟ حاجة ملهاش دعوة خالص بالعملية ولا بالجرح. مش عارف من ايه، دي تيجي الواحد من نوبة زعل من مؤثرات تانية. لكن ده نايم في امان الله والعملية ناجحة، تجيله منين؟ انا هتجنن. دي حاجة بقى بتاعت ربنا. هيا مختار، عملت ايه؟ رحت يا نينا المحامي، لكن مفيش فايدة. زي ما قلتلك، ديون اللي على الورشة مظبوطة، ويدوبك الورشة تغطي الفلوس المطلوبة. يعني طلعنا يا ولاد من المولد كده هو منفضين من المجاميع. الله يرحمك يا مصطفى، عمره ما خلانا نحس بحاجة، لا هو بيعمل ايه ولا بيكسب ايه. وبعدين يا نينا، ما فيش غير اني اسيب الكلية واشتغل. لا، تسيب كليتك ليه يا ابني؟ ربنا كبير. انا فكرت في كل حاجة، اللي عيشنا التلات اشهر دول يعيشنا لحد ما تتخرج. لكن هنعمل ايه يا نينا؟ هناكل منين؟ هندفع اجرة البيت منين؟ هنتصرف ازاي؟ اسمع، ما تشيلوش هم حاجة. العفش الكبير اللي في البيت ده هنعمل بيه ايه؟ نبيع اللي مش لازمنا منه. نبيع العفش؟ وماله، بكرة تتخرج وتكسبه وتجيبه غيره. وكمان حتتين الصيغة اللي حلتي هبيعهم برضه. يا نينا ده مش حل. هتكفي ايه تمن الحاجات دي؟ شهرين، سنة حتى؟ وبعدين؟ وبعد كده المشكلة برضه هتفضل موجودة. أنا فكرت يا مختار في كلامك ده. أنا عندي مكنة خياطة وأنا بفصل كويس، ما فصلش ليه للناس اللي حوالينا؟ أنت يا نينا تفصلي وتخيطي للناس؟ ليه لا يا مختار،
والنبي ده حتى صاحبة البيت قالت لي خير ما تعملي، وجابت لي كوم قماش امبارح كمان. وانت قاعدة سحسين على ودانك، قاعدة تتفرج ما بتتكلمش ليه؟ انا عندي اقتراح. ايوة تنك قاعد ساكت ساكت كده، ولما نكلمك تطلع لي باقتراحاتك. مش تسمع الاول هقول ايه؟ قول يا سيدي. ايه رأيكم لو نلجأ لعم مرسي ونتكلم معاه بالصراحة كده يساعدنا؟ الله يخيبك يا شيخ، اهو انت تمام زي اللي سكت ظهرا ونطق كفرا. هو مش عمنا يا اخي، هو له قرايب غيرنا، لا له عيل ولا تايل. الفلوس دي هيوديها فين لما يموت؟ مش احنا اللي هنورثها؟ ليه؟ وعمك عبد الفتاح بتاعه؟ لا، احنا نحجبه في تركة عمي. طب خليه يموت كده الصبح، احنا اللي هنورثه. وبعدين فلوس دي كلها عملها من خميرة البيت اللي أكله من بابا الله يرحمه. أنا يا عم غير موافق بتاتا أروح له، ومش موافق على الفكرة دي بالمرة. أنا أكل تراب، أشيل بالمقطف، ولا أروح أتزلل قدامه وأقول له الدينة. أنا بقول إيه، عمي طول عمره كان يعرض على المرحوم أبويا يشتغل معاه، وكان نفسه منع عينه أبويا يخضع له ويمشي تحت البنديرة بتاعته ويبقى له السلطان علينا، حتى ولو سلطان أدبي كده. وانتوا عارفين عم يموت في السلطة والسيطرة على الخلق. وبعدين؟ ولا قبلين. انا بتهيألي لو رحت له هيفرح قوي انه شغلك عنده، هو عنده اشغال واسعة وموظفين كتير، ومش هيفرح بشغلك لا، لكن هيفرح انه قدر يجيب مناخيرنا الارض ولو بعد موت ابويا. يعني انت بسلامتك عاوزني انا اروح احط رقبتي تحت رجليه واسلم كده؟ ده ابويا عاش طول عمره حر وما سلملوش ابدا. ولا تسليم ولا حاجة يا اخي، المسألة انقاذ موقف. وهو انت بتقول هيجي دورك في التعيين، ساعة ما يحصل كده بقى سيبها له. مين عارف، يمكن يعجبك الشغل معاه، وده بيشتغل شغله حر وبيتهيألي تبقى فلوسه أكتر. والنبي يا مختار حسين عنده حق في الكلام. يا نينة يا نينة، أشتغل مع عمي ده؟ أنا ما بطيقش أسمع سيرته، أروح أشتغل تحت إيديه؟ يا حبيبي راح ولا جه، أهو عمك برضو، الدم ما يبقاش مية أبدا. دم؟ دم يا نينة؟ هو ده عنده دم؟ ده ما سألش علينا مرة واحدة طول الوقت ده كله. يا مختار ما انت عارف أشغله كتيرة. اسمع، أنا من الصبح حاجي معاك ونروح له. هتروحي ليه يا نينة؟ هروح لنا لوحدي وأمري لله. لا، أنا أجي معاك، أنا عارفك بتنكسف وتغرق في شبر مية، ومهما كان هو ينكسف مني برضو. ده أنا ياما خدمته يا مختار وهو لسه لا كان حيلته أبيض ولا أسود كده. طيب يا نينة، اللي تشوفوه. ده يظهر احنا جينا بدري، قلتلك نستنى شوية. استنى، في حس رجلين جاية. هي مختار. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا سي مرسي. سي مرسي. ايوه يا عيشة. مختار زي ابنك برضو. طبعا طبعا يا عيشة، ودي عايزة كلام. وانا جاية لك ومتعشمة. احنا بعنا اللي ورانا واللي قدامنا يا سي مرسي، والقرشين اللي كانوا بيجوا من الخياطة انقطعوا. الدكتور قالي لو حخيط تاني عناية حتتعب وحتعمي خالص. يا ساتر يا ساتر. ومختار قالي ان مفيش حال غير انه يسيب الكلية ويشتغل، لكن يا ضنايا لف هنا وهنا ومش لاقي شغل يا سيدي. ما انا قلتلك يا عيشة من يوم موت اخويا الله يرحمه بقى، قلتلك شغليهم وريحي روحك، ما سمعتيش كلامي. انا هو ما عنديش شهادة، حتى شهاده الميلاد ضاعت مني، مشغل عندي كتير من عينه ابنك. ما انا بقى جايه لك يا سي مرسي، وطمعانه انك تاخد بيده، ما بقالناش في الدنيا غيرك، اعمل معروف. قصدك اشغله عندي؟ ايوه، والنبي اخويا وهو اسمه ابن اخوك ويخاف على شغلك ومالك. بس ده هينفع؟ ما ينفعش ليه؟ انا عاوز رجاله مش تلاميذ، تنفع ولا ايه؟ ينفع والنبي يا سي مرسي، ما ينفعش ليه؟ ده مختار شاطر وجدع. انا عايزه هو اللي يجاوب. ما بتردش ليه؟ ما هقول ايه بس يا عم، هقول ايه؟ بقول هتبقى راجل اشغلك ولا ايه؟ انا راجل يا عمي. ما فيش في الشغل عمي، سامع؟ انا صاحب شغل وانت بتشتغل عندي، في الشغل مسؤولية، مسؤولية وبس. عمي دي برا برا خالص، مش هتسمعها مني ابدا. خلاص اتفقنا، الصبح تجيلي المكتب. عارفه؟ عارفه يا فندم. كويسة. لا ولا حيجي منك. والنبي مختار شاطر يا سي مرسي. واحنا خلاص شغلناه يا عيشة،
عشان خطرك انت بس. اسمع. ايوه. تكون في المكتب الساعة 8 تمام، تيجي بعد 8 ترجع من برا. ها، انا بتاع شغل وفي الشغل ما اعرفش ابويا. مبروك يا مختار. الله يبارك فيك يا بسيوني. الحمد لله. صحيح شغل متعب، صحيح ما بقدرش اتفلفص لا هنا ولا هنا طول النهار، لكن ما تقدرش تعرف قد ايه انا مبسوط ومرتاح. هو ربنا بينسى حد يا علاء؟ مش ممكن. انا كنت متاكد انك هتلاقي شغل من ساعه ما سبتنا المره اللي فاتت بعد ما حكيت لظروفك بصراحه، وانا ما بطلتش تفكير فيك. كتر خيرك يا بسيوني، طول عمرك ابن حلال وفقري زي حالاتي. والفقريه بقى اللي زي حالاتنا دول دايما يحبوا بعض ويحنوا على بعض. يا ابني وشرفك، ربنا ما بينسى حد. طول عمري اسمع ابويا وهو رزقه يوم بيوم زي ما انت عارف يقول، محدش يا اولاد بينام جعان، واللي بتملوا به بطونكم مش اقل من اللي بتملى به بطون الملوك والسلاطين، والكلاب في السكه بتلاقي لقمتها. احمدوا ربنا مش هتجوعوا. مش حسين، هعمل ايه؟ مفيش فايدة غير التسليم للأمر الواقع. مش حاجة غريبة دي ان في اليوم اللي انت تقطع علاقتك فيه بمديحة وبالحب اطب انا لشوشتي فيه؟ ايه؟ زي ما بقولك كده. لا يا حسين لا، نصيحة يا ابني من مجرب، ابعد عنهم، خد لك عبرة من حالي. انا قدامك اهو، هيشغلوك عن دراستك وحترجع تندم. انت لما حبيت مديحة كان بإيدك؟ ها، ما تسهمش، لازم تسلم معايا ان الواحد بيقع في الحب بدون ارادة. الحب كده زي القضاء تمام، يطب ويحصل من غير ما تعرف حصل ازاي. كان نفسي اسمعك وانا في حالة غير حالتي دي. الله، ما تروق بقى، انا ما كنتش ناوي اقول حكايتي لحد ابدا، لكن قلتها لك علشان اسليك وعشان تعرف ان الدنيا مليانة بنات وقلوب. عرفتها فين دي يا حسين؟ لسه ما عرفتهاش. ايوه يا اخي اضحك كده. اقول لك بقى الموضوع. عايده دي زميلتي في الكليه. اوصفها لك اولا، هي طويله كده، مش طويله قوي، تقدر تقول يعني هي طولي. كويس. اول ما تشوفها ما تشوفش غير عينيها. يشغلوك عن اي حاجه غيرهم، تغرق فيهم يا مختار. انا حلوين 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 من هنا للصبح. يا ده انت غرقان فعلا حسين. لفتت عينيها وهي بتبص كده، تشعر بان فيهم سحر مغناطيس، لو بصت لك تحس ان في حاجه غير منظوره بتشيلك من على الارض شيل. ومناخيرها ملائكيه. هم الملائكه لهم مناخير يا حسين. مش ممكن يكون للملائكه طاقتيه غير الطاقتيه دي، حسن وجمال. مش جمال وبس كده، جمال ونبل، تحس كده بانه جمال له معنى، جمال نابع من اخلاق، من طبع حلو ومن اصل عريق، جمال له خلفيه هي اللي بتديله حلاوته، زي ما تشوف كده صوره قمر على لوحه مرسومه، والقمر منور جميل ووراه خلفيه كبيره من الدنيا والظلال، هم اللي عاطين لنور القمر بهاء وضياء. الله 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 الله، ده مطلع اغنيه ده يا ابني. المهم شوف، انا قدرت اخد صوره دلوقتي عن شكلها، ممكن بقى تديني صوره عن اللي حصل. اول يوم شفتها حسيت ان حاجه ربطت بينا احنا الاثنين. كنا في المكتبه وانا بمد ايدي افتح ضرفه الدولاب الازاز علشان اخد الكتاب، كانت ايدها في نفس الوقت وبدون قصد بتتمد وبتفتحه معايا. انا اتلبشت في مكاني ساعه ما عينيها جت في عينيا وابتسمت لي ابتسامه حلوه 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 زي السكر. وبعدين بقيت اروح المكتبه كل يوم واقعد في الركن بتاعي، وتيجي هي ما تكلمنيش، لكن ابقى قاعد وحاسس ان عينيها 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 عليا. شوف احنا في المدرج قد ايه،
زيادة عن 150 واحد. ساعات في نص المحاضرة أبص عليها في نفس الوقت اللي هي تتلفت وحس إنها بتبص عليا، ويمر على صفحة عينيها الحلوين خيال ابتسامة أنا بس اللي بحس بيها. أسر الكلام يعني، ما كلمتهاش لغاية دلوقتي؟ لا لسه. لسه إيه؟ لازم تكلمها، لازم تلغيها. بس افرض جيت أكلمها ما رضيتش ترد عليا وكسفتني، تبقى مغفل بقى وعمرك ما أنت رايح ولا جاي. ما تديهاش فرصة لرفض الكلام أبدا، حتى ولو اضطريت تتكلم وترد على روحك. يا سلام يا مختار، ده أنت جامد. حسين، انت لسه صاحي يا مختار؟ ده الراديو شطب من الصبح. اسمع حسين، انت قلت لي اسم صاحبتك ده ايه؟ اسمها عايده. بتسأل ليه؟ اسمع، سيبك من البنت دي، اسمع كلامي. ليه؟ حروف اسمها فيهم ثلاث حروف من اسم مديحه، هتطلع مش تمام زيها. الله يجازيك يا مختار، انا عاوز اعرف بس انت بتفكر باي طريقه. على العموم اسمع، خدها نصيحه مني، حبها اي نعم، انبسط معاها بوقت طيب مفيش مانع، لكن ما تعلقش قلبك بيها، اعتبر المساله لعب في لعب، هزار، وكل واحد يروح لحاله. فلا الله ولا فلك يا شيخ، نام بقى وريح دماغك حبتين. مدموزيل عايدة، صباح الخير. صباح النور. ممكن أطلب منك معروف صغير؟ تسمحيلي بكشكول محاضرات المدني بتاعك؟ المدني؟ أيوة، عشان فاتتني كم محاضرة، لو تسمح يعني. اسمح لنا أقول لك لا لا لا. غريبة، أنت بتتكلمي جد؟ طبعا جد. أنا مش عارف أقولك إيه. أنا آسف أول اللي كلمتك، ما تزعليش. أنا في الحقيقة ما كنتش أفتكر أبدا أنك أنت بالذات برقتك دي ممكن يصدر منك الرد العنيف ده. أيوة، أنا بقالي شهر خايف أكلمك فعلا، ليتهدي كل اللي كونته عنك في لحظة زي ما حصل دلوقتي. شفت إزاي؟ شفت إيه؟ ما تاخدش المسألة زعل يا حسين. تعرفي اسمي كمان؟ طبعا. شفت ازاي ان المسألة مش مسألة انك عايز محاضرات المدني، وانك بقالك شهر عايز تكلمني؟ كنت عاوز تكلمني في ايه؟ اكلمك ولا في اي حاجة، هو موضوع المدني بس. يا استاذ انت هترجع تاني تكذب؟ ده انت كشكول المدني بتاعك مفيش كشكول زيه في الكلية. كشكولي؟ ايوه، وهتستغرب لما تعرف اني استلفتها من كمال، وفضلت عندي ليلة بحالها. بتقولي كمال؟ ايوه، كمال صاحبك. انت تعرفيه؟ زي ما هو صاحبك صاحبي. صاحبك؟ لا، بتستغرب ليه؟ مش عارف الحقيقه، انا مش مستغرب، لكن اقولك الحق انا مندهش ومستغرب برضه. اصل انا ما كنتش متصورك بالشكل ده ابدا، وبعدين انا مش متعود اسمع واحده هنا تقول على واحد انه صاحبها. ليه؟ انا قلت حاجه غلط؟ ابدا. ليه ما تسميش كل حاجة باسمها الصحيح؟ احنا في المدرج كام؟ يمكن 300، كلهم زملائي لكن مش كلهم اصحابي. وانا اتربيت على ان اكون صريحة واقول بلساني الحاجة اللي في قلبي، وبعدين كلمة صاحبي يعني صديقي، والصداقة اجمل رباط يجمع بين الناس وبعض. الا انت سكت يعني؟ اصل في الحقيقة انت لخمتيني فعلا، وانا ما كنتش فاكر ان الكلام هياخد الشكل ده. امال كنت عايز تكلمني في ايه؟ ولا في حاجه، لكن ما دام انت كلمتيني بالصراحه كده انا هقول لك بالصراحه برضو. انا حبيت اكلمك وبس، لمجرد ان اكلمك واتعرف عليكي، خصوصا وان احنا الاثنين يعني اللي بيقعدوا في المكتبه هنا مده طويله وشهم في وش بعض، علشان اقدر يعني احييك وانا داخل وانا ماشي وقعد براحتي، ما بقاش قاعد متخشب في مكاني كده. هي دي كل الحكايه. خلاص يا حسين، وتقدر تعتبر ان احنا اصدقاء من الساعه دي، وانا مبسوطه فعلا بمعرفتك. ميرسي يا عايده. معلش اسمحيلي بقى اناديلك باسمك على طول كده، مش احنا اصحاب؟ خد راحتك. يا سلام، كان انشال من على دماغي جبل جبل بحاله.
مختار خير؟ خير يا عم ان شاء الله. حكيم انا عارفك ما تهوبش ناحيه مكتبي هنا على الصبح كده الا اذا كان لك طلبات. ايوه انا كنت عاوز اطلب منك طلب بسيط يا عمي. انا عارف يا عمي ان انا تقلت عليك بطلباتي انا فهمتك 60 مره. حكايه عمي وعمك دي مش في الشغل هنا، هنا مكان عمل. ايوه يا عم. انا عاوز اقول لحضرتك انه لو كان ممكن يعني، لو كان ممكن يعني يعني ان انت قول عايز ايه. لو امكن يعني انك تزود مرتبي حاجه بسيطه. يا نهار اسود، عايز تزود مرتبك؟ انت جننت؟ انا شغلتك ب 12 جنيه وزودتك 3 جنيه قبل كده، عاوزني ازودك ايه تاني؟ اصل يا عم انا مش عمك هنا. اصل حضرتك عارف نينا عينيها تعبانه ومصاريف الدكاتره والدواء كترت والمهيه ما بتكفنيش. دي مساله ودي مساله. انا بدي لك مرتب على قد شغلك، انا بدي لك 15 جنيه. انت شغلك عندي ما يستحقش اكتر من 5 جنيه، لكن انا بعمل باصلي. كون ان فلوسك مش مكفيه ده مش شغلي. اخوك الصغير التاني العنطوز ما بيشتغلش ليه هو راخر؟ هنسيب احنا الاثنين الكليات يا عم. مش ليه انا اهو لا شهاده ولا دياوله، كونت نفسي بمفهوميتي. الفقر بيجري ورايا بالطياره مش ممكن يحصلني. انت فاهمني؟ فاهم حضرتك. لا ما انتش فاهم حاجه ابدا. انا عارف اني بتكلم معاك والكلام بيخش من الودن دي ويطلع من الودن التانية، وبتقول في سرك دلوقتي استحمل يا ولا الراجل الغلس ده واستحمل مرمطه، ما هو ما ترباش. لا العفو يا عم العفو. وحكاية المهية ما بتقضيكش دي انا عارف ما بتقضيكش ليه. هتقضيك ازاي وانت كل ليلة سهران في الكباريات؟ مهية ايه اللي هتقضيك؟ اللي قالك كده كتاب يا عم. خليك شجاع، مدام عملت راجل خليك راجل على طول. هتكدب ليه؟ انا شايفك بحباب عينيا، وانت فكرك انك هتنفع؟ لو كان ليا شنب كنت حلفت لأحلاق ولو نفعت، لكن يا خسارة مزاجي كده، عمري ما ربيته. تقدر تقول لي انت مربي شنبك على ايه؟ خلاص يا عمي خلاص، انا اسف اللي قلت لك، مش عاوز حاجة. لا يا ولا اتأثرت انا خالص. ما تمشيش، استنى، انا لسه عايز اتكلم معاك في مواضيع تانية. انت فاكرني مغفل؟ حاطين على عناية غماية زي الطور اللي بيدور في الساقية؟ ليه بس يا عم ليه؟ انت فاكر اني مصدق ان الخمستاشر جنيه بيكفوك؟ ولا صدق ابدا انك بتصرف في الشهر 15 جنيه؟ انت فاكر اني مش واخد بالي من الخنصرة اللي بتخنصروها من الشغل؟ خنصرة؟ ايوه ادعي لهابط يا والا. ده انا بعتمد عليك يا كلب دلوقتي في كل حاجة. يا عم انا مظلوم في اللي بتقوله ده. سرقة الخشب من السقايل والقمط الحديد وعربيات الرمل، ها؟ تقدر تقول ال 500 شيكارة اسمنت اللي صرفتهم رجعت منهم شكاير ورق فاضية قد ايه للمخزن؟ أنا طبعا ما انتش منتظر. رجعت 180 شيكارة مش كده؟ ايوه. يبقى فاضل 320 شيكارة فاضية، راحوا فين؟ مش عارف يا عم، يمكن العمال. ما ترميش الذنب على العمال. العمال طول عمرهم بيصبوا اسمنت، ونهار ما هياخدوا الواحد هياخد له ايه؟ شيكارة؟ نقول خدوا 20 شيكارة. ده حتى اللي انتوا سلمتوهم سلمتوا المقطعين اللي مش نافعين، وانا سابق منبه 2000 مرة محدش يضرب الشكارة بسن الكوريك ويبوظها. الشكارة تنفتح من بوزها بالعقل. محدش سمع كلامي، واللي انفتحوا من بوزهم خدتوهم مش كده؟ مش انا عم. لا انت، انت المسؤول قدامي. انت فعلا اللي خدتهم. تبيع الشكارة بكام؟ بساغ طبعا، مع انها تساوي نص فرنك. انا هحسبها عليك بتعريفة بس. ايه؟ عشان تعرف كرم اخلاقي قد ايه. تعريفة في 300 شكارة يعني 300 تعريفة، يعني جنيه ونص. جنيه ونص مخصومين من ماهيتك الشهر ده يا فندي، انت فاهم؟ لكن ولا كلمة تانية. اتفضل يا فندي شوف شغلك. ايوه بس يعني. اسمع، تفوت عليا الصبح تجيلي مع عباس العصفرة تاخد الفلوس والكشف وتقبض العمال. حاضر يا عمي حاضر. اسكت يا مختار اسكت. انا عملت حتة عاملة النهاردة، انا مش عارف لغاية دلوقتي عملتها ازاي. يا لا عملت ايه؟ مش رحت لابو عايدة وقابلته؟ غريبة، وبمناسبة ايه؟ اتكلت على الله وقلت مفيش احسن من اني اكلمه بنفسي واخطب عايدة منه واعرف رأيه ايه. قلت يمكن لما يحس بشعوري تتحل الحكاية. واتحلت؟ مش عارف اقول لك ايه، اتحلت ولا اتعقدت زيادة؟ هو انا كل ما اسألك سؤال ما اخرجش منك بجواب نافع ابدا، دايما كده مروحا. لكن بأي جبلة يا اخي رحت قابلت الراجل؟ وشكله ايه ده؟ ما انكسفتش؟ الحقيقة انا فكرت في الموضوع ده كتير.
والآخر قلت مفيش مفر من مقابلته. وبعدين الرجل قابلني كويس وشرحت له موقفي بس مرضيش بالخطوبة. طبعا هو أهبل زيك. إنما المهم أنا اطمنت إن وكيله اللي حكيت لك عليه مش هيخطبها، أتاريه متجوز. طب وبعدين الرجل عطاني شبه وحدي كده بإن مفيش مانع من جوازي من عايدة، إنما بعد التخرج وبعد ما يبقى دخلي كويس. موت يا حمار بقى. يعني ابويا الله يرحمه لو ما كانش فرط في نصيبه من التركة مش كان بقالنا حاجة يجيلنا منها دخل إضافي؟ راح اشترى الورشة وطلعت مديونة منه لله. عمي وهو اللي سرق نصيبنا سرقة، هي دي فلوس اللي اشترى بيها البيت وقالت مكفية كمان. الله النهاردة نكد علي آخر نكد. ازاي؟ خصم من مهيتي جنيه ونص. تصور الرجل البخيل الإيحة قال بيدور على شكاير السمنت الفاضية، قال بيدور على شوية ورق، واحد رأس ماله النهاردة يمكن يخش في 100,000 جنيه، بيلعب بالفلوس لعب. قال بيدور على شكاير ورق فاضية قال، ويقول لي خدتها سرقتها. إنما بذمتك مش خدتها برضو؟ مش هي دي اللي كنت بتحاسب عليها حسنين الزيات؟ الله يقطعك انت راخر، وانت كمان كنت بتراقبني وانا حلاقيها منك ولا من عمك؟ امال هو كون ثروته دي كلها منين؟ مش من تدويره على الحاجات الهايفه دي؟ ده بيصرف على الكلب بتاعه قد ما هيتي مرتين. الكلب؟ هو انت عاوز تساوي نفسك بالكلب بتاعه؟ تصور النهارده عطاني شنطه الفلوس جبتها من العصافره للمكتب، فيها كام تفتكر؟ انا عارف يا مختار. تخيل كده اي رقم، خمن كده خمن. فلوس كتير طبعا. 2500 جنيه حتة واحدة. طب كويس اللي أمنك عليه. صدقني طول ما أنا قاعد في العربية جنب الكلب عباس السواق بتاعه وأنا فكري عمال يجيب ويودي، وتخيلت وأنا قاعد إني نطيت من العربية بالشنطة وجريت وتهت في الدنيا. يعني هعمل إيه؟ أيوة كان بعت وراك البوليس الدولي وكانوا جابوك قبل ما تفتحها. تصور يا حسين، أهي شنطة زي دي ما تسويش عنده هو حاجة لكن تعدل حالنا كله. تصور أمك اللي عمالين بقالنا سنة نحوش لها في 50 جنيه أجرة العملية لعينها، كانت عملت العملية 1,000 جنيه بس منهم يخلوني أقف على رجلي وكون منهم ثروة. بيتهيألك والله لو وقعوا في إيدك هتفرتكهم في الليالي بتاعتك. لا أبدا يا حسين أبدا، أنا بصر من غلبي. أنا لو وقع في إيدي مبلغ زي ده أقدر أخش في 20 مقاولة. أنا فاهم السوق دلوقتي يا حسين، فاهمه كويس قوي. عمارة زي اللي بنبنيها دي أدخل فيها أعمل الأدوات الصحية بتاعتها أعمل بياضها، بس اديني خميرة في إيدي وشوف أنا أعمل إيه. أهم أولى واحدة زي دي تتكلف كام؟ 500 جنيه. أكسب أنا جنبهم 300 في شهر واحد. بس الخميرة، الخميرة اللي تشغلني يا حسين، الخميرة. الله، جرى إيه يا أولاد؟ انتوا ما تبطلوش حديث وكلام. يلا يلا الاكل على الترابيزه قبل ما يبرد، الدنيا ساقعه والاكل بيبرد بسرعه. حاضر يا ليلى حاضر. صباح الخير يا عيد. حسين صباح النور. ايوه كده اضحكي يا شيخه، ده انا بقالي يومين خايف اجي جنبك او اتكلم معاكي. ليه يا حسين؟ خايف تكوني زعلتي مني عشان رحت لباباكي وكلمته. وحزعل منك ليه؟ أنا مقدرة شعورك، أنا مش زعلانة منك أبدا، لكن زعلانة من كمال وأنا أنبته. ليه؟ مش هو اللي قالك إن وكيل بابا هيخطبني؟ مش هو اللي داير يتجسس ورايا وورا أخباري وأخبار بابا؟ ما كنتش أفتكر أبدا إنه يعمل كده، وتشوفه كده ساهي وهادي ولا كأنه هنا. أعذري يا عيدة، بيحبك. كان بيحبك زي. على العموم سؤاله جه بفايدة. بفايدة؟ أيوة، لأنه لو ما قاليش الحكاية دي ما كنتش اتشجعت وزرتكم. ولو إن إيه؟ ولو إن زي ما رحت زي ما جيت قلبي بياكلني أكتر من الأول. والدك رفض يديني أي وعد. بس تعرف إنك عجبت بابا قوي. صحيح. أه والله، وشكر فيك. بابا على فكرة ما يعجبوش حد بسهولة. المهم مش إعجابه يا عايدة، المهم أنا فين، مكاني فين منك، هعمل إيه؟ يا حسين ما تسبقش الدنيا والأيام، الأيام قدامنا طويلة. أنا خايف، خايف يا عايدة. لو والدك بيديني عقد نافع ولا أنت حد راسل أفكارك على بر. أنا خايف أنا مواصحة ألاقيك مخطوبة، ألاقيك ضعت مني، أموت نفسي والله. سيبك من الحكاية دي،
اهي الحكاية دي هي الوحيدة اللي ما عجبتش بابا. هعمل ايه بس؟ ما هو ده اللي هيفضل لي. ما تخافش يا حسين. اسمع. انا حوعدك وعد. ايوة كده. اعملي معروف. خط انت خطوة واحدة. انا بنهج من الجاري. استنى بس لما تسمع كلامي. انا حوعدك اذا جالي حد يخطبني قبل ما تحصل حاجة زي دي. اول واحد حقوله انت. يا فرحتي. يا حسين افهمني. ما تبقاش مجنون كده. خليك عاقل زي ما انا عارفاك. انت اول واحد في حياتي اسمح لنفسي واقول له كلام زي ده. مختار، انت لسه صاحي حسين؟ صاحي من ساعه ما دخلت وقلعت هدومك. طب مالك كده قاعد في الضلمه زي العفريت؟ بتفكر في ايه؟ في عايده برضه؟ بفكر في حاجات كتير يا مختار. اسمع، انت فايق تسمع كلامي ولا ااجله الوقت تاني؟ لا ده انا فايق 24 قراط. ده هو ده ابن الوقت اللي اقدر افكر لك فيه للصبح وصحه كمان. قول مشاكلك. قول. مش مساله مشاكل. اسمع، انا فكرت كتير وجات لي فكره مدهشه هتحل كل مشاكلك ومشاكلي. تاني فكره ايه يا استاذ؟ انت مش بتقول 1000 جنيه يحلوا مشاكلك وتقدر تعمل منهم خميره تشتغل بيها؟ بس فين هم؟ لا يمنع عليهم. وانا كمان 1000 جنيه يمكن يحلوا مشكلتي، ولو حل نسبي نص نص. انت بس عمال تحسب لي بالالوفات بالالوفات. هي فين يا حسين؟ هي فين بس؟ اسمع، انت مش بتروح عند عمك في العصفرة كتير؟ طبعا. لكن تقصد ايه؟ عمك دايما عنده فلوس بالالوفات زي ما قلت. لا مش دايما، هو في اول الشهر بيسحب من البنك فلوس كتير. يعني ما تقدرش تتأكد من الوقت اللي بيكون فيه مبلغ كبير عند عمك في البيت؟ يا نهار اسود، تقصد ايه؟ في ايه لو سرقناه؟ نسرقه؟ احنا نسرقه ازاي؟ احنا لو سرقنا عمك ما اسمهاش سرقة، اسمها تخليص حق. احنا بناخد حقوقنا منه. لكن هنسرقه ازاي؟ انا فكرت في المسألة دي كتير. المسألة في منتهى البساطة. عمك مش بينام لوحده في الفيلا؟ ايوه. الطباخ ما بينامش هناك. لكن السواق عباس ساعات بينام عنده. انا مش عارف ايه اللي بينه وبين السواق ده. بينه وبينه السهرات والشرب وخلافه. لابد في حياة عمك حاجة زي دي. امال ما بيتجوزش ليه؟ السواق ده باين عليه انه مش وش حاجة الا الحاجات دي. انا عمري ما استريحت له السواق ده. يحصل ايه لو احنا تأكدنا من وجود مبلغ كبير في الفيلا هناك، ورحنا في نص الليل اتسحبنا ودخلنا الفيلا واخدنا المبلغ من سكات وهوب فص ملح وداب؟ انت انجننت يا حسين. ولا اتجننت ولا حاجة. كل فكرة معقولة اصلها كانت خيال في الاول. مفيش حاجة مستحيلة. حسين، انت طيرت الكاسين اللي شربتهم من دماغي. ايه رأيك؟ افرض اني وافقتك على الفكرة دي، هنخش الفيلا ازاي؟ وافرض بقى حد حس بينا، ضروري هيشتبهوا فيا على الاقل. من ناحية دخول الفيلا المسألة سهلة قوي. ممكن نسرق مفتاح الفيلا. هيعملوا طابلة جديدة للباب. مش قصدي، تسرق سلسلة المفاتيح من المكتب. اول ما يوصل عمك الصبح انا اكون مستنيك. في ظرف ساعة واحدة اكون عملت مفتاح زي مفتاح الباب ورجعت لك السلسلة. طبعا هيدوروا عليها. قبل ما يقرروا تغيير الطبلة او خلافه تكون انت رميت السلسلة تاني في المكتب بحيث يلاقوها. ايوه على افكارك يا حسين. طب افرض روحنا ولقينا الباب متربس من جوه. نبقى نخش من باب الجنينة من ورا، الباب اللي كان عمك بيأكل عنده الكلب اول مرة زرناه فيها. نكسر الباب او ندخل من اي شباك، لكن انا متأكد ان الباب مش هيكون متربس. ايوه ده انت يا ابني ولا قرصين لوبين في زمانه. والله فكرة يا حسين. يعني موافق؟ بس انت حلو نسيت حاجة هتخلي كل ترتيبك ده يروح على فشوش. نسيت حاجة مهمة خالص. ما نسيتهاش. وعشان اوريلك اني درست الموضوع من كل ناحية، انا هقول لك ايه هي من قبل ما تتكلم. مش معقول. طب ايه رأيك انك بتفكر في مشكلة الكلب؟ مظبوط حسين، مظبوط. انا فكرت في مشكلة الكلب بتاع عمك ده كتير. ده من نوع الولف،
باين عليه كلب مجنون كمان، هيقلب الدنيا هوهوة لو حس بينا. هو الحقيقة دلوقتي خد عليا وعرفني، وأعتقد إنه ما بيهوهوش ساعة ما بروح هناك. تصور يا حسين، أنا ما لاحظتش لغاية دلوقتي إذا كان بيهوهو عليا ولا لأ. هو ما بيهاجمنيش أي نعم، لكن مش فاكر إن إذا كان بيصدر منه صوت وهو في مكانه ساعة ما بيشوفني ولا لأ. أكيد ما دام عرفك مش هيهوهو، وعلى العموم تقدر تلاحظ وتجرب معاه، وممكن تأخده عليك أكتر وأكتر، تلعبه، تاخد له في جيبك حاجة حلوة ياكلها مثلا. حاجة حلوة دي بالنسبة له ده؟ ايه، هاخد له حتة عظمة في جيبي؟ ليه لا، انما المشكلة هتفضل موجودة بالنسبة لي انا، لانه هيهوهو لما يشوفني. انا هقول لك حاجة، شوف انا هسبقك لهناك، طبعا مش هيهوهو علي، اكون واخد له في ايدي حاجة يتلهى فيها كده، وفي نفس الوقت انت تيجي وانا بهديه وما خليهوش يهوهو عليك. تفتكر ده ممكن؟ ممكن قوي. طب لو حصل ناخدها بقى عم من قصير ونهرب. اسمع مختار، انا خطرت على دماغي فكرة دلوقت، احنا مش ممكن نسيب في الحكاية دي اي ثغرة مهما كانت صغيرة، وعيب علينا اننا نخطط لموضوع زي ده ولا ينجحش. اسمع، احنا ليه ما نسمش الكلب؟ نسمه نموته ونعييه، المهم نمنعه من الهوهوة في الليلة دي. تعرف المسألة دي لها فايدتين مش فايدة واحدة بس. اولا الكلب مش هينبح ومحدش يحس بينا، وثانيا وده اتضح لي دلوقتي انه اهم من اولا، لاننا لو دخلنا البيت والكلب موجود اول ما هيشتبهوا في اللي بيترددوا على البيت والكلب واخد عليهم، وانت منهم. وانا منهم؟ ده انا اولهم يا عم. هما مين اللي بيترددوا على البيت؟ الطباخ والسواق وانا. شفت بقى افكار اخوك؟ ده انا لسه قاري روايه لاجاثا كريستي الاسبوع اللي فات فيها حاجه زي دي. لكن هسمه بايه؟ مالكش دعوه، انا هتصرف لك في الحكايه دي. انت مش قلت لي ان عباس السواق بيشتري له ورقه لحم مخصوصه؟ ايوه. تقدر توصل للورقه دي؟ افتكر. خلاص احنا قدامنا فرصه قبل الحكايه بايام نعملها، مش مهم الكلب يموت، المهم نرقده، وحتى لما يبان بعد كده ان الكلب اتسمم من الاكل الشبهة هتقع على السواق. فعلا ايه رأيك بقى؟ موافق نقايس ونعملها؟ ايوه يا حسين، ده انت طيرت النوم من عيني والخمرة كمان من دماغي. انت ايه يعني موافق؟ ليه لا، هيجرى ايه؟ حموت يعني؟ وايه اللي حيموتنا؟ اسوأ الظروف ايه؟ حد يحس بينا؟ نهرب في الضلمة ولا من شاف ولا من دري؟ على رأيك، انا معاك يا حسين، هو مفيش حل لحالتنا دي غير كده. ايوه يا ابني، لو ربنا سهلها لي المبلغ ده هخليه في سنه واحده اضعاف اضعافه، اخلي اسكندريه بحالها تحس بيا، اخلي مديحة تعرف اذا كنت انا فاشل ولا مش فاشل. شوف يا مختار، انت اخويا الكبير وانت عارف انا بحبك قد ايه، وانا يمكن عمري ما كلمتك في الموضوع ده. موضوع ايه؟ تعهدني بعد ما ننجح في الشغله دي ونتحصل على المبلغ ما توبش ناحيه الكباريهات تاني. اسهر زي ما انت عاوز، لكن المجال ده سيبك منه، ده إذا كنت فعلا عاوز تكون ثروة وتعرف الدنيا ومديحة إنك راجل لك قيمتك صحيحة. أنت بتقول إيه يا حسين؟ أنا قبل منك مشتاق للحكاية دي، وشرفك عندي، أنا بس أتحصل على الفلوس وشوف هيجرى إيه. المهم بلاش كبريهات، هطلقها بالتلاتة وحتشوف يا حسين. وما تنساش إنك هتضطر تقعد كم شهر عند عمك في الشغل، وحتضطر تبتدي شغلك بمبالغ بسيطة. طبعا يا حسين. الله، وأنت فاكر يعني إن أنت بس اللي عندك مخ؟ طب شوف بقى، انا محضر لك لستة حاجات تعملها، انا كاتبهم لك في ورقه اهي. استنى ما اولع نور. ولع نور الاباجور عشان ننا ما تقلقش. شوف يا سيدي، واحد، التاكد باي صوره من معرفه سحب عمك لمبالغ كبيره من البنك ووجود المبلغ ده في الفيلا وامتى. ده من غير بحث هيكون قبل اول الشهر بيومين. لا يصح يحصل في وقت تاني. ليه لا؟ هو يعني عمك مش هيسحب فلوس الا علشان ماهيات العمال؟ مش معقول. اتنين، لابد من معرفة المكان اللي بتوضع فيه الفلوس معرفة دقيقة. ايوه يا حسين، ده انا نسيت اقول لك حاجة مهمة خالص. ايه هي؟ عمك ده بقى عنده خزنة في قط المكتب بتاعته، وهي اللي بيحط فيها الفلوس. لها مفتاح؟ طبعا مفتاحها طويل كده ورفيع، عامل زي مفاتيح الطبل القديمة. مش موجود في سلسلة المفاتيح؟ ايوه موجود. خلاص نعمل زيه، يبقى نضم عملية المفتاح ده لمفتاح البيت. شوف يا سيدي، نمرة ثلاثة، تعرف مكان الترباس أو الشنكل بالظبط اللي بينقفل بيه باب الجنينة، علشان لو اضطرينا نخش منه ما نقعدش ندور عليه،
وممكن كمان البحث في مسألة الشبابيك. فيلة عمك يمكن تكون شبه مهجورة، يمكن تقدر تفتح شباك منها من الشبابيك المهجورة، شنكل، شباك حمام، شباك مطبخ، من غير ما حد يحس خالص، شباك يكون محدش بيفتحه ويقفل فيه عشان ما يلاحظش لما تسيب ترباسه أو السبانيولة بتاعته مفتوحة. لا فكرة برضو، دي يمكن أسهل من المفتاح. أهو يبقى تحت ايدينا الاتنين. أربعة، لابد من دراسة الطرقات المبلطة واللي فيها زلط في الجنينة. على فكرة ممكن تعمل لها رسم يا مختار. ليه؟ مش عاوزين نسيب أي أثر لأي بصمة الرجل من رجلينا، يعني أي مكان ندوس عليه يكون مكان صلب، عشان كده بقول لك اعمل رسم للطرقة، لازم نبقى حافظينها. طب وبصمات ايدينا؟ طبعا هتكون معانا جوانتيات. شوف يا سيدي، نمرة خمسة، التأكد بأي شكل من معاد نوم عمك في العادة بيكون الساعة كام. هو متعود يصحى بدري جدا، واعتقد انه بينام بدري برضه، ولو اني سمعت من السواق انه ما بيعرفش ينام الا لما يشرب له نص ازازة ويسكي. عظيم، كويس جدا، طب ده يسهل لنا المسألة، يعني لما ينام بينام مش حاسس بالدنيا. عظيم جدا. المهم برضه تحاول تعرف في العادة يعني بينام الساعة كام، ممكن تجر السواق في الكلام، وممكن حتى تعرف من عمك بلباقتك كده. ممكن او ممكن. وبس يا سيدي، دي الحاجات المبدئية اللي احنا عاوزين نعرفها، وبعدين بقى نتفاهم على الميعاد اللي احنا نسرق فيه سلسلة المفاتيح. فهمت يا حبيبي؟ تقدر بقى تنام. انام؟ هو انا هيجيلي نوم بقى حسين؟ حسين انت جيت؟ ايوه. ها، سرقت المفاتيح؟ لا لسه. يا عمك وصل؟ وصل بس لسه ما طلعش من مكتبه، ضروري هيطلع حالا. طب انا حستناك هنا تحت، ممكن تحذفهم من الشباك، لفهم في ورقه. هتعرفهم من بقيه المفاتيح ازاي؟ صحيح عندك حق. على العموم انا واقف لك هنا، خليك ثابت ما تتهزش، مش هيحصل حاجه حتى لو اكتشف امرهم. ايه يعني مفاتيح وضاعت؟ مفاتيح. اسكت يا حسين اسكت. ده انا قلبي سقط في ركبي دلوقتي، مش عمك زبطني جوه مكتبه. بتقول ايه؟ زبطك؟ ما جبتش المفاتيح؟ لا 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 لا، جبتهم اهم. امال زبطك ازاي؟ انا يا اخويا حطيت المفاتيح في جيبي من هنا، وبصيت لقيته داخل عليا، والمصيبه يقول لي بترتب ايه انت واخوك. يا نهار اسود، ازاي الكلام ده؟ ما تتخطش كده، بتهيألي شافك من الشباك، شافك وانت بتتكلم معايا، خمن ان احنا عاوزين نكلمه عشان فلوس. الحمد لله. تصور انا اتشعبطت في كلمته دي زي الغرقان ما يتلامي على قشايه. قلت له فعلا حسين ناقصه كتاب يا عمي. وتعرف عمك يعمل ايه؟ حاجه مش ممكن تتصورها. اعطاك فلوس لازم؟ اعطاني الجنيه ونص اللي خصمهم مني. صدق يا حسين، عمك ده برضه في عرق طيب، شوف هو بيعمل ايه واحنا بنعمل ايه. انت هتحن بعد ما رتبنا الترتيب ده كله؟ ده احنا مستقبلنا كله على العملية دي. بس هو هيطلع يمر على مرة دلوقتي، انا خايف لا يفكر ياخد المفاتيح معاه، يدور عليها وما يلاقيهاش. اسمع، ايه رأيك لو طلعنا المفتاحين وخدناهم من السلسلة؟ ما هي مليانة مفاتيح، يمكن ما يلاحظهمش. لا لا لا، انت خد السلسلة بحالها. هقولك ليه. واصله في العادة بيسيب جاكيتته وينزل يلف على العماره، يعني في الغالب بيسيب المفاتيح متعلقين في الدرج. أيه. وان رجعت السلسله دلوقتي مين يعرف، يمكن يكشف غياب المفتاحين. 100% الفرحه يلعب في عبه، اشمعنى مفتاح البيت والخزنه هتنكشف المساله؟ عندك حق، غياب السلسله كلها احسن. طب اسمع، اديني الجنيه ونص اللي معاك. جنيه ونص ليه بقى؟ يمكن اركب تاكسي ولا حاجه، انا ما معيش غير جنيه اللي خدته منك بس، وانا هروح مشوارين. ايه مشوارين؟ مشوارين ليه؟ امال انا هعمل مفتاح البيت هنا عند الراجل بتاع المفاتيح اللي ناحيه شارع قديم. ومفتاح الخزنه ده عمايله تشبه، فانا هعمله في كرموز. كرموز؟ ايوه، في واحد هناك من بتوع نصلح بيفرش على قمه شارع بصندوق، راجل كبير وغلبان،
مش معقول هيشك فيا. طب ما تغيبش عليا يا حسين. ولا يهمك، انا هجيلك هوا، بس انت خليك ثابت ما تتهزش مهما حصل. يا مختار خير؟ في اخبار؟ اخبار تمام يا ابني. عمك هيسحب الفلوس يوم السبت الصبح. السبت الصبح؟ ازاي؟ هو هيكون هيسحبهم ويقبض في يوميها؟ لا 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 لا، هو هيقبض العمال يوم الاثنين الصبح. عرفت ازاي؟ اصل شفته بيكلم عم حسنين الكاتب بتاعه، اصل جاله كشف الحساب من البنك. قام قال له فكرني بيه يوم السبت الصبح وانا رايح البنك. عظيم، يعني الفلوس هتفضل عنده ليله الحد وليله الاثنين. ده اذا كان كل شيء هيمشي طبيعي. لا وما يمشيش طبيعي ليه، وعظيم قوي. اسمع، تعرف ان فرح رفاع هيكون ليله الحد؟ اه فعلا، ابوه اهواجي، وانت عارف افرحهم بقى للصبح. هتنفعنا الحكايه دي قوي. في ايه؟ في اننا نلف في وسط الفرح ده من اول ما يتنصب لغايه ما يخلص، وتبقى شهاده رسمي ان احنا كنا هنا مش في العصافره. ده يعني اذا لزم الامر. اه فعلا حسين، فعلا عندك حق. خلاص يا حلم، ابتدت مهمتك الاولانيه. مهمه ايه بقى؟ مهمه الكلب. الكلب؟ ايوه، امسك الورقه دي، البودره اللي فيها ترشها على العظم اللي بيحطه للكلب. بودره ايه دي يا حسين؟ مالكش دعوه، ما تلمسهاش بس. الجدعانة انك تقدر تحطها على اكل الكلب من غير ما حد يشوفك. ما تخافش من الناحية دي، انا مالي ايدي. عباس بيسيب العربية بالساعة، وانا ممكن احطها في الورقة بسهولة خالص. وان ما ماتش هترقده على الاقل، وانت هتروح عند عمك في الفيلا قبل يوم السبت. اكيد. يبقى عليك فتح السبانيولة بتاعت شباك الأوضة الورنية من باب الاحتياط. صدق حسين، انا قلبي ابتدى يلعب من جوه. لا سيبك من الكلام ده، ده احنا عملنا 90% من العملية والباقي كله بسيط. ولو بصيت للموضوع واحنا قسمناه كم خطوة، تلاقي ان احنا مشينا كتير وما فاضلش غير خطوة واحدة. ما هي الخطوة دي اللي تودي في داهية يا جدع عزبة؟ ايو يا حسين، ايو، لو نجح الموضوع ده عمري ما حبوخ لك فكرة بعد كده. مالك كده ساكت؟ يعني ما بتفتحش بقك؟ مش عارف حسين، مش عارف ايه اللي بيقول، زي الموهوم كده. موهوم؟ حاسس ان فاضي من جوه كده، زي ما اكون متعبي هوا، لو فتحت بقي حقع من طولي. ايوه عليك يا مختار وعلى قلبك الضعيف. انا ضروري اشرب لي كاسين ثلاثه على الاقل في الفرح، عشان اقدر امسك نفسي في المشوار ده. شوف بقى، ما تزودش عن الاثنين الثلاثه دول، اعمل معروف. انت بس اللي كلام نينا هزك حبتين، انا عارف. مسكينه نينا، هي جريانه باللي بيجرى حواليها. الله، ما احنا بنعمل ده كله لمصلحتها برضو، مش عشان تقدر تعمل العمليه بتاعت عينيها كمان. انا عارف ايه اللي خلاك تنسى الجوانتيات على المكتب يا اخي. مش فاهم، مع اني حاططهم وبقالهم ربع ساعه في ايدي. لا، واول حاجه تحط ايدها عليها تحطها عليهم. الغرض يا مختار، زي ما اتفقنا، ما تثبتش في حته في الفرح ابدا، من هنا لهنا ومن فوق لتحت. اتكلم معاه ده ومعاه ده، عشان الوقت اللي تغيبه محدش يحس ان احنا غبناه. ماشي ماشي، لكن معادنا الساعه كام؟ معادنا يا سيدي على قمه الشارع الساعه 11 ونص بالظبط. من هنا للمحطه 5 دقائق، ويبقى قدامنا 5 دقائق كمان على قيام القطر. انا مش فاهم بس حماسك للقطر ده ليه، مع ان الاتوبيس كان اسرع. هقول لك يا سيدي، الاتوبيس ممكن الركاب بالليل يبقوا شويه، وممكن حد يقابلنا يعرفنا، وممكن السواق او الكمساري يلاحظ مكان نزولنا. مين عارف الظروف ايه، يصح حد يسالهم. لكن القطر واسع وضلمه، محدش هيدور على حد، ومحدش هيحس بنزولنا. الغرض ربنا يسهل كمان الرجوع. الرجوع ما يهمناش، لازم نتدبر، ولو حتى جناها ماشي من هناك لهنا. الفرح ابتدى اهو، العوالم وصلت. يلا يا عم، معادنا 11 ونص بالظبط، اوعى تنسى. ما تخافش وما تشربش زياده عن الكاسين، اسمع كلامي. ولا يهمك، انا قلت لك الخمره بتجلي نفوخي. اعمل معروف، خليها على خفيف كده علشان تعدي على خير. خير
خير يا بابا. يعني بقالك نص ساعة قاعدة ساكتة ما بتتحركيش من مكانك. بس الدنيا ساعة وأنا قاعدة جنب الدفاية. لا أبدا، المسألة مش مسألة ساعة ومسألة دفاية، انت سرحانة وبتفكري. ابتديتي والله يا عايدة تناقشي مع نفسك مشاكلك بعد ما كنت دايما تناقشيها معايا. أبدا يا بابا، مفيش مشاكل ولا حاجة أبدا. إزاي بقى؟ الضحكة الحلوة فين؟ وصوت اللي كان مالي عليا البيت عفرطة ودندنة راح فين؟ ده انت اللي يشوف وشك كده وانت سرحانة يفكر انك شايلة هم الدنيا بحالها. انا وشي باين عليك كده يا بابا؟ طبعا، وانا هقلف عليك يا عايدة. تفتكر يا بنتي فيه شيء في الدنيا يستحق ان الانسان يشيل همه؟ ابدا. انا مع تجاربي العمر ده كله لقيت ان مشاكل بني ادم عبارة عن اوهام، الانسان هو اللي بيخلق الاوهام دي لنفسه وبيتعب قلبه بشيل همها، ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة. يبقى بيبكي بالدموع على مشكلة معقدة قدامه في الوقت اللي ربنا بيحلها له. يا بابا ما تصدقش ان انا بفكر في مشاكل عندي ابدا، والله الحكاية اني مبسوطة من القعدة قدام الدفاية ومستسلمة للدفى وللتفكير في حسين. طبعا حسين، اراهن ان في بينك وبينه حاجة. ايه اتخاصمتوا؟ اتخانقتوا؟ ابدا يا بابا ما حصلش. غريب، امال يعني كنت متحمسة قوي في كلامك من خمس ايام؟ ده انا انتظرت منه حيطب عليا هنا في البيت تاني يوم من كلامنا. اصلا انا ما شفتهوش يا بابا من يومها. ازاي مش بيروح الكلية؟ ابدا يا بابا، اول مرة يغيب فيها عن الكلية. وقبل ما يغيب انا شفته كأنه زي ما يكون عيان كده، وهو ده فعلا اللي انا كنت بفكر فيه دلوقتي. شفتي بقى ان تفكيري لا يمكن يقع الارض؟ ما تفكريش، بكرة يرجع الكلية وبكرة تتفهمهم على كل حاجة، والايام قدامكم واسعة. ما تهميش نفسك يا بنتي من غير هم. يا بابا انا مش. اسمعي كلامي، انا عارف افكارك زي ما تكون افكاري بالظبط. لو كنت عطتيني فكرة من الاول ما كنتش رفضت ايده الممدودة ليا يوم ما جنة. انا برضو يا عايدة كنت شاب وكنت بحس، واتجوزت المرحوم امك عن حب، وحب ايه؟ حب عنيف زي بتاع الروايات وخطفتها خطف من اللي كانوا عايزين ينفسوني. صحيح يا بابا الكلام ده اول مرة تسمعيه مني. المرحوم امك كانت بنت تاجر كبير في ازمير، وكان بينفسوني عليها اتنين. واتنين ايه؟ حاجة قد الدنيا، واحد قبطان مركب في اعالي البحار والتاني تاجر زيه. انا بقى احسن على الاقل ده احنا ماشيين المشوار من المحطه لهنا مفيش واحد قابلنا. مين هيمشي في جو زي ده وهنا؟ الامور متسهله المختار على الاخر، زي ما تكون الطبيعه بتساعدنا، القدر نفسه كانه بيشترك معانا في التخطيط. مين كان يصدق يطلع فرح رفاعي الليله ويطلع الجو بالشكل ده؟ كل دي حمايه لينا. اهو دلوقتي مش ممكن حد يسمع لنا حس ولا رجلين. فعلا فعلا حسين، هتلاقي عمك ما كانش نايم زي القتيل من الخمرة، هتلاقيه دافن دماغه تحت اللحاف. على الله يا شيخ، خلينا نخلص وننتهي، بل انا مش عارف اعصابي متوترة ليه. هانت يا مختار، كلها 10 دقايق وكل شيء ينتهي ويمكن نستريح للأبد. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة سيدي 1:45. ايوه احنا وصلنا الفيلا. يا سلام يا نهار اسود، انت مش قلت الكلب خده الدكتور عنده؟ ايوه استنى يا اخي، الكلب ده مش بتاع عمك، الصوت جاي من الناحيه دي، من ناحيه الفيلا دي. طب يلا بينا بعيد عنها. بالراحه بقى، واحده واحده، امشي وراي. تعال. ايوه ادي اول سور الجنينه. استنى. ايه؟ هات الجوانتيات. مش عاوزين نسيب بصمة واحدة أو أي أثر ننساه ورانا. تفتكر رجلينا هتبان على الأرض من الشارع لهنا؟ ما تخافش،
ده 100 رجل بتمشي هنا، وبعدين دي رملة مش هيبان فيها أثر أبدا. على الله يا شيخ، على الله الدنيا تشتي بعد ما نمشي. أنا شايف الجو ملبد بالغيم، أهو الشتا ده يخفي كل حاجة. يلا لبست الجوانتي. أيوة لبسته. ورايا بقى ايه ده؟ لا ما تخافش ما تخافش، ده الهوا بيضرب في باب الجنينة ولا شوف ايه بقى يعني. ايوه حسين مالك؟ مصيبة ليكون الشباك اللي انا فتح اسبانيولا بتاعته الهوا فتح وافرد مش هيوصل دماغهم ان في حد فتحه بالعينية. شفت زي ما بقولك باب الجنينة السلك مفتوح. امسك دراعي انت، انا حافظ الطرق. الحمد لله البيت كله كحل مفيش نور خالص. ادي مفتاح الباب اهو. هات مختار على اقل من مهلك. متخافش حسين متخافش. مين اللي فتح الباب؟ انت رجعت يا ولاد؟ انت رجعت يا مختار؟ يا لهوي ده انا سامع صوت فتح الباب. الرحمن الرحيم، الباب مقفول زي ما هو. انا لازم بحلم بقى. اللهم اجعله خير يا رب، انا قلبي ماله مقبوط كده ومش عاوز ينفك. اللهم اجعله خير يا رب. بالراحة حسين بالراحة. اقفل الباب تاني بالراحة. طيب للهوى يخبط ويصحو. ماشي ماشي. اهو هنا قط النوم بتاعت عمك، وهنا قط بتاعتك اللي فيها الخزنة. هم 5 خطوات يا دوبك يقطعوا الصالة. سامع؟ سامع. ايوه عمك سامع نومة. اطمن بقى، الله ما يكونش باب المكتب مقفول الاخر بالمفتاح. اهو ده اللي ما عملناش حسابه. بس انا ما اشوف باب المكتب انفتح. ادخل بقى ادخل. تقدر تنور البطارية دلوقتي؟ ايوه وادي الخزنة. عنك بقى، انا هفتح الخزنة المرة دي. نور هنا المطار اهو. يا نهار اسود ايه الحكاية؟ الخزنة فاضية. ده انا شايفه داخل بالشنطة البيت النهاردة. راحت فين؟ هنرجع كده شوف. الافراغ فاضية خالص. خبر اسود مفيش غير ساعة دهب. هات احسن من عينه. وبعدين الله شوف يا حسين ايه الشنطه. ايه شنطه الفلوس اهي فوق الخزنه، فوقها مش جواها. يا ترى الفلوس جواها؟ شوف كده فعلا الفلوس جواها. اما احنا مغفلين صحيح. تصور تعبنا قد ايه عشان مفتاح الخزنه ونلاقي الشنطه بره الخزنه. مش ويش مش ويش يا مختار. يلا بينا يلا بينا. وقف عندك الحاجة اللي هو هتفرق بالنار إذا اتحرك. فين النور؟ النور؟ انت؟ انت الكلب اللي جاي تسرقنيك؟ انت؟ ده انا لسه يا كلب بعت لك تمن الكتاب اللي انت محتاجته تدخل بيتي تسرقني؟ وديني منعتك هضربك بالرصاص، هسلمك للبوليس، مش هسيبك. لكن انت كنت بتتكلم مع حد؟ مين كان معاك؟ راح فين؟ لابد ان اخوك التاني في البحر. مختار مختار بس مختار ده اغمى عليه. انت عوضته جامد. هو كان هضربك برصاص حسين. اقل حاجه كان هيسلمنا البوليس. الحمد لله اللي الهمني اني استخبى في الضلمه ورا الباب. طب وبعدين يا مختار وبعدين؟ مفيش فايده حسين، السم نفد ومفيش سكه نرجع منها. اللي حصل حصل خلاص، ما كانش ده في الحسبان خالص. لكن فكرك هيموت. الضربه الاولانيه اللي ضربتها له تموت جمل. يلا بينا. لا استنى، هو فرد مشينا وما ماتش. يا نهار اسود يبقى ضيعنا ضيعنا خالص. تعال نكمل عليه. بس يا مختار بس كده مات 100% في 60 دقيقة. لا انا
كده ليه؟ سيبك من حكايه العره دي دلوقتي. اول حاجه نبص حوالينا ان احنا ما تركناش اي اثر ورانا. اثر ايه بقى؟ فكره الجوانتيات دي كانت فكره مدهشه. خد بالك رجلك معلمه هنا في الدم. دوس عليها بالبسله. ايوه كده اهو دلوقتي بقى كله تمام. ايه رايك لو اشقشنا الفيلا كلها؟ اشهبل يا شيخ انا اشقش ايه؟ الشنطه اهم حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف يمكن الشباك اللي انت سبته مفتوح هو اللي بيعمل كده من الهوا. استنى استنى اسمع اطفى النور. النور؟ اهو ده النور مفتوح صحيح. حد يشوفه من بره يفكر يجي الناحيه دي. عندك حق. دي واحدة بس عشان اروح اغسل ايديا بسرعة. ايه مختار ايه فيه؟ سمع ايه؟ ده صوت مية. الدوشة مفتوح غريبة. هو هيكون في حد جوه في الحمام. يبقى لازم نخلص منه هو راخر. استنى فين المسدس اللي كان في ايد عمك؟ بالراحة يا مختار خد بالك. يمكن نط من شباك الحمام. ابدا ابدا شباك مقفول ومتربس اهو. لا ازاي الكلام ده؟ مش ممكن. اللي فتح الدش طلع منين؟ هيطلع من الباب ازاي بس؟ مش ممكن هيطلع ازاي واحنا واقفين؟ كنا شفناه. ما يكونش الدش كان مفتوح من الاول. مش ممكن يا اخي. انا كنت قاصد الحوض ده وما كانش فيه اي صوت ومره واحده سمعت الميه وهي نازله تدردب. انا هتجنن. ازاي الكلام ده؟ حسين انا ركبي حسين ابتدت تسيب. حسين اقفل الدش ده. لا يمكن. انا ما اقدرش احط ايدي عليه. ده ولا شغل العفاريت. طب سيبه يلا بينا. يلا طلعنا من هنا بسرعه. يلا بسرعه. استنى بقى في الباب المفتاح كمان زي ما كان. استنى حسين بسرعه. استنى احنا نسينا النور مولع. تعال. طيب ما اقدرش ادخل لوحدي. تعال معايا لازم نطفيها قبل ما نمشي. طب تعال الجوانتيات دي بس اوعى ترميهم. هنعمل بيهم ايه بقى؟ لا قدام شويه ندفنهم في الرمل واحنا ماشيين. على فكره قميصي جه عليه نقطه دم. وبنطلونه كمان. انا واخد بالي اول ما هنوصل انا هروح البيت واجيب لك قميص وبنطلون وجزمه ودول ينخفوا خالص. طب ولما النينه تحس بيك هتقول لها ايه؟ مالكش دعوه. خلي المساله دي عليا انا. احنا عاوزين ناخدها جري لغايه الشارع العمومي. انا عاوز ابعد عن هنا باي شكل. يا مين بقى يوصلني اسكندريه؟ ضروري هنلاقي اي عربيه بس المهم ما نركبش تاكسي ابدا. 100% هيسالوا جميع التاكسيات بكره. ما كانش فكر المساله هتوصل لكده. الشبهه دلوقتي اول ما هتترمي على الطباخ والسواق. طبعا هيشتبهوا فيك ان اتهزيت. هتقع وهنقع احنا الاثنين. طب وبعدين؟ وبعدين زي ما بقول لك احنا ما سبناش ولا دليل ورانا. مفيش اثر رجل لنا ابدا. مفيش بصمة صباع واحدة. كل الدليل دلوقتي في ثلاث حاجات. ايوه الساعة اللي في جيبك والشنطة اللي في ايدي وهدومك المتعاصة دم. دي هدومك هتغيرها اول ما توصل. طب والهدوم التانية هنتخلص منها ازاي؟ مالكش دعوة. نحطها في بلاعة من بتوع الشارع. ولا اقولك انا هروح ارميها في المستوقد بتاع عم حميدو اللي بيسوي فيه قدر الفول. في 5 دقايق يكونوا تراب. طب والباقي؟ الباقي مالكش دعوة. الشنطة والساعة أنا هخبيهم. أنا عامل حسابهم. أنا هدفنهم دفن في الأرض. ما احنا على فكرة مش هنحتاج لهم قريب أبدا. ازاي بقى؟ عشان انت ما بتفكرش بعقلك في حاجة دلوقتي خالص. أنا عاوزك تمسك نفسك شوية. المسألة انتهت واحنا دلوقتي زي ما انت شايف في الهوا. سيبك من اللي راح ما تفكرش فيه أبدا. فكر في اللي جاي. أقولك احنا مش محتاجين الفلوس. ليه؟ أول حاجة لازم تختفي الشنطة اختفاء تام لانها بقت دليل دلوقتي على اللي قتل. تاني حاجة وده المهم ان احنا دلوقتي الورثة بتوع عمك. احنا اللي هنورث تركته كلها. ايوه حسين مظبوط. على العموم على بال ما توصل الشارع ونوصل الفرح في اسكندرية وتغير هدومك هتلاقي نفسك جديد واخر تمام. ياه الدنيا ابتدت تشتي حسين. خليها تشتي احسن. هتضطر تغير هدومك انت راخر. اغيرها زي بعض ويكون احسن. مين عارف يمكن طلع الدم برضو. انا كنت ماشي بفكر في الحكاية دي. انا ايه ده؟ مختار بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله خير يا رب.
ايه الحكاية يا عيشة؟ جدتك مالها مش خلصانة في الليلة اللي يعلم بيها ربنا دي؟ الدنيا بتشتي كمان. يا ترى يا ولاد ايه اللي اخركم؟ يا ترى الساعة كام دلوقت؟ تنزلي يا عيشة تشوفيهم؟ لكن بس يا ربي هنزل فين في الشتاء ده؟ يا اخواتي انا الكوابيس ركباني الليلة كده ليه؟ لا تقلت في العشاء ولا حاجة. اللهم اجعله خير يا رب. مختار رد عليا يا مختار. حسين ايوه مختار انا جنبك اهو ما تخافش. حسين انا خلاص يا حسين انا انتهيت. ما تقولش كده يا مختار انت كويس حاسس بيه؟ العربيه ضربتك فين؟ مش عارف مش عارف يا حسين انا جسمي كله مش حاسس بيه. لا ان شاء الله سليم انا هتصرف بسرعه انا ماشي. ما تفوتنيش يا حسين انا خايف. ما تفوتنيش حسين ما تفوتنيش يا حسين. الو بوليس النجده؟ ايوه مين بيتكلم؟ اعمل معروف انا عاوز اعمل بلاغ. بلاغ؟ انت مين؟ مش مهم انا مين، اعمل معروف. المساله حياه او موت. انت مين الاول؟ بس اسمعني، في عربيه ضربت واحد انا اللي ضربته. انت؟ ايوه انا ضربت واحد بعربيتي في الضلمه ومرمي في الشارع متعور. فين؟ بعد سيدي بشر. سيدي بشر؟ ايوه اعمل معروف اسمعني كويس، بعد سيدي بشر قصاد العصافرة في الطريق اللي طالع من الطريق العمومي على الفيلا اللي في الناحية الشمال وانت رايح ابو قير في نص السكة تقريبا، في واحد بتعور مرمي في الشارع وبينزف. اعمل معروف الحقوا الحقوا قبل دمه ما يتصفى. امتى حصل الكلام ده؟ من نص ساعة تقريبا. اسمع الاحسن تقول لي اسمك كده تخفف المسألة، لكن تهرب كده هتبقى العقوبة عليك اكتر وانت اللي هتنضرب. انا قلت لك ومفيش وقت. طب خليك معايا ليه واحده، انا هحط سماعه اهو مفيش كلام تاني عندي. ها يا كابتن حمدي ازاي الحال؟ الحال عال زي ما انت شايف اهو، جريمتين في ليله واحده. كاننا بنشتكي من قله الشغل وتحرياتك. هو احنا لسه شمينا نفسنا من المعاينه؟ البركه بقى في تحياتك انت بقى. انت عودتني على ارائك الصايبه، ضروري كونت فكره. من ناحيه الافكار كتير، انا اكلمك في الحقائق المجرده اولا والتخمينات نخليها لبعدين. ماشي كلامك. القتيل زي ما عرفنا من المقاولين الكبار اعزب، رغم انه في الخمسين وليه ما تفهمش، ساكن لوحده سكير تشهد بكده الازايز الفاضية المنطورة هنا وهناك. القتل حصل بضربة على دماغه بالزهرية، اظن واضح اوي. انا اعتقد انه مات خنقا. خنقا؟ ايوه، جحوظ العينين والسمات اللي على الوش. انا شفت حالات خنقة قبل كده وتنطبق على حالة القتيل هنا. واعتقد كمان انه تخانق بالضغط على دماغه بالشلتة دي بعد ما انضرب بالزهرية. هو انا فكر الشلتة دي القاتل حاول يمسح اثار رجليه من الدم فيها. على العموم الدكتور حيفصل في المسألة دي. وبعدين؟ وبعدين نيجي للجثة التانية اللي في الشارع. الطباخ موجود ووصل وتعرف عليها. الجثة لابن اخو المقاول القتيل، والمقاول كان بيعطف عليه وكان بيشتغل عنده، وكان الولد بيتردد على البيت هنا في العصافرة. عظيم. الولد مقتول من اثر اصطدامه باوتوموبيل. وما يكونش ليه اترمى من اوتوموبيل، لاحظ ان جسمه ما فيهوش جروح لكن كله ردود. على العموم نرجع برضه ونقول الطبيب الشرعي هيفصل في الحكايه دي. تعال يا عباس. ايوه سعاده البيه، انا تحت امرك. نكمل كلامنا، احنا وقفنا عند ايه؟ والله ما انا عارف سعاده البيه،
انا عالي مش في راسي، وسعادتك سبتني من الظهر ولحد دلوقتي بالليل. معلش يا سيدي اخرتك صحيح، لكن اعذر لما اخذ سعاده البيه مش قصدي. احنا وقفنا يا سيدي عند كلامك ابن اخوه مختار ده ولد فسدان وكان باين على وشه الشر كده، وعمره ما حط منطق عدل في حق عمه. ايوه بيه مظبوط هو كده. اسمع يا عباس. نعم بيه. انت عارف ان احنا بنحقق في جريمتين قتل، كل كلمه في التحقيق هنا لها اعتبارها وحسبها. انت بتكذب ليه؟ انا بيه انا اكذب؟ هكذب ليه؟ وديت الشنطه فين؟ شنطه ايه يا بيه؟ شنطه الفلوس اللي سحبهم مخدومك القتيل من البنك اول امبارح. انا طب انا هوديها فين وانا مالي ومالها بيه؟ انت ما شفتهاش؟ ما شلتهاش؟ ابدا ابدا يا بيه، ده انا حتى حبيت اخدها عن البيه واحنا نازلين اول امبارح من العربيه، ما رضيش يسيبها من ايده. يعني انت عارفها؟ طبعا يا بيه، ما احنا كل شهر بنسحب الفلوس من البنك وبنوصلها الفيلا في العصافر. وحطتوها فين؟ ما اعرفش يا بيه ما اعرفش، لكن الاستاذ طبعا حطها في الخزنه في الفيلا زي عادته. ومين صاحب الفكره في سرقتها، انت ولا مختار؟ الله انا ماليش دعوه ابدا يا بيه، ما اعرفش حاجه ابدا عن الحكايه دي. والشنطه لابد في الخزنه يا بيه. الشنطه مش في الخزنه يا عباس. وديتها فين؟ يعني معروفة بيه، انا لو وديتها انا جبتها. والدم اللي في عجل العربية دم مين يا عباس؟ انت دم مين؟ قتلت مختار ليه؟ ما انا ما قتلتوش يا بيه. انت قتلته؟ لا. وقتلت المقاول كمان؟ لا. وانت كنت سكران؟ لا. وجريت بالعربية والدم ملخبط عجلها لحد ما ترميت بيها في الجراج، مش كده؟ لا بيه لا، انا ما قتلتش حد، انا قتل الاستاذ، مش ممكن يا بيه. ومختار؟ ما قتلتوش يا بيه، ما قتلتوش. انا هقول الحقيقه يا بيه. ايه هي الحقيقه؟ انا قلت لك اتكلم بصراحه احسن لك. انا ضربته في الضلمه يا بيه، والله ما شفته يا بيه، انا كنت بجري بالعربيه وما حسيت الا اللي بيخبط فيها. انا تعبت وكنت شارب والدنيا كانت بتشتي، جريت بالعربيه على طول ما وقفتش يا بيه. كنت بتجري بالعربيه ليه؟ الاستاذ حكم رايه لازم اروح اجيب له ازازه ويسكي ولو متبلد، عشان الازازه اللي في البيت كانت خلصت، وهو دايما كده لما يشرب يفضل يشرب على طول. يعني كنت رايح العصفرة ولا جاي من العصفرة؟ كنت رايح العصفرة يا بيه. ورحت بعد كده؟ لا بيه، انا خفت حد يمسك العربية، رحت لافف من الشارع التاني وراجع البلد. والاستاذ اللي كان مستني؟ قلت ضروري حيكون نام. انت كذاب يا عبد. ابدا يا سعادة البيه انا ما بكذبش، انا بقول الحقيقة، هي دي الحقيقة والله العظيم. لا. يا بيه انا اللي هقول لك الحقيقة. انت اتفقت مع مختار على انكوا تقتلوا الاستاذ وتسرقوا الشنطه؟ لا طب وانا لو عايز اسرقها ما كنت سرقتها بيه في ايها وقت؟ ما الفيلا قدامي وانا طول عمري بوصل الشنطه رايح جاي. ما تقاطعنيش. وقتلت انت ومختار الراجل، ضربته بالزهريه وكملت عليه، كتمت نفسه بالشلته بتاعت الكرسي. لا ابدا يا بيه. طلعته من الفيلا بالعربيه، في السكه العربيه وقفت وانت قلت المختار ينزل يفتح الكبوت. لا. هو نزل من هنا وانت ضربته ونزلت اتاكدت من موته وجرجرته بره على الشارع. ابدا يا بيه ابدا. يبقى هو اللي زاحف لوحده على الرمل وانت هربت بالشنطه، وديتها فين؟ انا مش هقول ولا كلمه. يعني ايه؟ انا عايز محامي، انا مش هتكلم الا بمحامي، هاتوا لي واحد محامي، انا بريء، انا مظلوم يا بيه، انا هاتي الاستاذ ليه؟ يدوني خنجره فيها ايه؟ انا عايز محامي. طيب يا عباس طيب، انا هجيب لك المحامي اللي انت عاوزه لما نشوف اخرتها ايه. انا بحلم ولا دي حقيقه؟ ايه يا حبيبي مالك؟ انت رحت ناحيه الحمام دلوقتي؟ ابدا يا ابني، انا نايمه قصادك اهو. في ايه يا حسين مالك؟ سامع علينا؟ الدش مفتوح على الاخر، الدش علينا، مين اللي فتحه؟ يا لهوي، الدش مفتوح صحيح يا حسين، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي ما حدش جوه خالص. يا مصيبتي، امال ايه بس اللي فتح؟ يا اختي يجعل كلامنا خفيف عليهم، اشتهتنا اشتوت، ما تحكمش علينا يا رب، ده احنا غلابة كفاية اللي جرالنا. استني انا هقفله، اديني قفلته الحمد لله. ايه الحكايه يا حسين؟ اتفتح ازاي يا ابني؟ انا مش عارف، انا هتجنن. وايه حكايه بيت عمك دي يا حسين اللي بتقول عليها؟ مش عارف، اصلا انا سمعتهم بيقولوا ان الدش لقوه في بيت عمي مفتوح،
وأول حاجة خطرت على بالي لما سمعت الدش مفتوح هي الحكاية دي. وبعدين يكونش الناس اللي عملوا العملة السودة دي مع عمك يقصدوا حاجة هنا يا حسين؟ يكونش حد دخل وفتح الدش؟ ازاي بس؟ الترباس ورا الباب زي ما هو، والسواء في السجن. وانت فكرك اني مصدق ان مختار عمل حاجة لعمه؟ ابدا يا حسين، مختار ما يعملش كده ابدا. الله، مختار كان طيب وابن حلال وقلبه حنين. اعملي معروف، احنا ما صدقنا انك بطلت بكى. كفاية بقى، حرم عليك، عينيك تعبانة. ده انتو عليا ونظري كله يا ابني، وانا لي عنين من غيركم؟ اتخطف كده هو من بيننا. امر ربنا بقى يا نينا، والنبي عشان خاطري ما طايتيش. انت ما تتصوريش عياطك ده بيعمل فيا ايه. بلاش عياط بقى، بلاش، خلينا ننام. وانا حيجي لي نوم ازاي دلوقتي بس يا حسين؟ اسمعي، يكونش الدش كان مفتوح من الظهر والمية مقطوعة زي كل يوم وما بتوصلش عندنا غير بالليل؟ ازاي بس الكلام ده يا ابني؟ المية جت بالساعة 5، ده حتى النهاردة جت بدري، وانا داخلة الحمام 10 مرات بعد كده، وغسلة تحت الحنفية اللي فيه. يعني ايه بس؟ يجعل كلامنا خفيف عليهم يا حسين. انا مش ممكن اصدق ابدا ان في حاجة اسمها عفاريت وكلام زي ده. كل حاجة لها تعليل، بس ايه التعليل للحكاية دي؟ ايه السبب؟ ينفتح لوحده كده ازاي؟ وليه؟ مش هي دي فلوس عمك اللي كانوا بيقولوا عليها في التحقيق يا حسين؟ هي يا نينا. جات لك منين؟ عثرت عليها فين؟ يا بصبتك يا عيشة، يا بصبتك يا عيشة. ايه بس يا نينا ده؟ تبقى الحكاية صحيح يا ابني، انت يا حسين كنت مع مختار. نينا، انتوا الاتنين اللي قتلتوا عموكم. نينا، رجعت من غير مختار ازاي يا حسين؟ مات ابنك ازاي يا حسين؟ تعملوا كده انتوا ولادي، ولاد مصطفى، تربية المدارس، تعملوا كده، تعملوا كده. نينا اسمعيني، اعملي معروف، هدي نفسك. احنا عملنا كده علشان خاطرك. خاطري؟ عشان نريحك، عشان نعملك العملية اللي عينيك محتاجة لها. عينيا؟ عينيا يا حسين؟ ده انا اخرقهم بصوابعي ولا اشوف اليوم الاسود ده يا حسين. ده انا كنت اموت 1000 مرة وانا اشوفكوا كده اهو. التالين قتل يا حسين، التالين قتل، انتوا ولادي، ولادي يا حسين. ارجوك، حرام عليك يا نينا، ما كانش قصدنا حاجه زي دي. احنا ما رحناش علشان نعمل كده ابدا. يا خرب بيتك يا عيشه، يا خرب بيتك يا عيشه. يا نينا مش كده، الجيران يسمعوا. اعملي معروف، انزلي من عندك، زين على مهلي. قلبي مينة، قلبي تشنك يا حسين. لا، الحق يا حسين، قلبي يا حسين. حسبي مينة، على مهلك حسبي. اوعيتك يا حسين. لا، مينة، 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 رد علي يا مينة. طمني، قولي نينا جرى لها ايه؟ تعال معايا يا حسين، تعال معايا بس. لا، فهمني الاول ايه اللي حصل. نينا جرى لها ايه؟ ما بتردش ليه يا دكتور؟ نينا ماتت. اسمع يا حسين، ماتت صحيحة فهمي؟ اسمع، نينا ماتت. حسين اسمع، انت راجل، ما انت صغير، تمالك نفسك، الباقي في حياتك. ماتت هي كمان؟ ماتت يعني؟ خلاص بقيت وحداني بطولي. حسين ما تعملش كده، مش ممكن. انا عارفك طول عمرك راجل، وانت استحملت كتير وبشجاعة، لازم تستحمل كمان الصدمة، ودي ارادة ربنا. ازاي؟ ازاي بس تموت؟ ما فيش غير 3-4 درجات من السلم. الموت مش من وقعة السلم يا حسين،
والدتك الله يرحمها جت لها أزمة قلبية، ده السبب في الوفاة. قوم تعال معايا. أجي معاك. أجي معاك فين؟ اسمع كلامي بس وتعال معايا. أنت مش غريب يا حسين، ده أنا صديق العمر لك والمختار الله يرحمه، وننتك زي والدتي بالظبط. تعال معايا، تعال معايا وأنا هعمل ترتيب كل حاجة. سيبنا يا فهمي، سيبنا يا جنبا. كان نفسي، كان نفسي هنا ترتاح يومين، تحس بالدنيا شوية. نينا تعبت كتير يا فهمي، نينا قضت عمرها شقا والتعب. تقوم لما الدنيا تبتدي تلين معانا وتتعدل تموت نينا. نينتك عملت اللي عليها يا حسين واكتر، كفاية انها سابتك راجل وكبير، واللي انت تقدر تعمله لها دلوقت انك تقف موقف الرجالة والكبار زي ما فاتتك بالظبط. أنا خلاص يا فهمي، خلاص تعبت وانتهيت. الموت عندي أهون، أهون من العيشة دي. ما عادش عندي حيل ولا قوة للحياة يا فهمي. طب قوم بس معايا دلوقتي، ما هو أنا اللي يمكن حفوتك هنا لوحدك وبالحالة دي. يلا يا حسين يلا. هي دي الفيلا يا ريس جاد مش كده؟ اوبا يا حسين بيه، ما عرفهاش ولا ايه؟ بقالي سنين طويله ما جتش هنا، لو جيت لوحدي يمكن ما كنتش عرفتها. كيف يا حسين بيه، دي حتى شكلها ما فيش زيته يا ابوي، دي واقفه كيف العروسه وسط الفلل. هنا المرحوم عمك كان مسميها عروسه العصافره. المفاتيح وياك؟ ايوه يا بيه اتفضل. تشكر يا عم جاد، اسمع من حق. ايوه يا بيه. انت معزوم بكره على الفرح، تبقى تيجي تحضر شوية. انت مش عارف بيت العروسة؟ ابواي كيف يا ابواي ما عرفاش، وانا موصل جزائز الشربات بروحة ولمت مبارح. وانا في ديك الساعة داني حشوف الحزام احمر واجي افرج الشربات بروحة. لا انت تيجي معزوم مع المعازيم وبس، ملكش دعوة بالحكاية دي. وانت شوية يا عم جاد، ده انت دراع اليمين دلوقت. ربنا يعلي مقامك كمان وكمان. والله حسين بيه ربنا عوض ما بيك خير، ربنا يا شيخ ما حرمني منك واصل، والفين مبروك يا سعادة البيه مقدمة. طيب يا عم جاد الله يبارك فيك، وكمان تدي العمال اجازة بكرة، وانا امرت يصرفوا لهم اسبوع زيادة بالمناسبة دي. ربنا يجعل ايامك يا ابوي كلها سعيدة وسعيدة وسعيدة. مبسوطة يا عيدة؟ طول ما انت جنبي يا حسين انا مبسوطة، والدنيا مش سايعاكي. انت الدنيا مش سايعاكي، وانا بيتهيألي ان بقى اهلي جناحين واقدر اطير بيكي فوق الدنيا بحالها. يا سلام، مين كان يصدق؟ ما كنتش مصدق ابدا ان الدنيا هتمكنني من الليلة دي. كل شيء بالصبر يا حسين ينتهي، ايه ما قلت لك اصبر تنول كل شيء. كل شيء بالصبر مش بينتهي، بيبتدي حياتي، والنهارده بس بتبتدي حياتي. مس عادي لا بتتكتب لي شهاده ميلاد جديده. عايده احنا مش هنمشي بقى، هما مش زفونا وانتهينا. يا حسين ما تبقاش كده، اصبر على الاقل نسلم على بابا.
بابا اهو جاي اهو. خلاص يا اولاد نويت ولا ايه؟ تحت امرك يا عمي. تحت امر ايه بقى يا حسين؟ انت بقيت فوق امري دلوقتي يا ابني. انا بسلمك عليا الاثنين يا حسين، بسلمك روحي، حافظ عليها يا ابني. خدوا بالكم من بعض يا اولاد. عيب يا عم في عينيا الاثنين من جوه، ما يكونش عندك فكره ابدا. ما تقعدوا يا اولاد معايا شويه. يعني خلاص احنا لسه بدري، هتسيبوني في البيت لوحدي ولا ايه؟ انتوا لسه ما كلتوش حاجه. معلش يا عم بقى، اسمح لنا دي ساعه واحده. طيب يا اولاد، على السلامه يا عم. تعالي يا بنتي. الله يعافيك. ألف مبروك، ألف مبروك. خدي بالك من جوزي بابا. لا لا حد يعيط عيدة في ليلة فرح؟ لا يا بنتي لا، ده انت ما تصوريش انا سعيد قد ايه الليلة. وانت هتروحي فين؟ ما انا جنبك اهو. وان ما كنتش ازورك انا، انت تيجي تزوريني؟ ده بقى اذا ما كنتيش تنسي بابا العجوز. ربنا يخليك ليا يا بابا. لا 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 خليك انت يا عم، كفايه ما تخرجش، الدنيا برد. طيب يا حسين، مع الف سلامه يا ولادي. ربنا يجعل السعاده من قدامكم ومن وراكم. ربنا معاكم، مع الف سلامه يا ولادي. مينة حسين، حسين مالك يا حسين؟ عايدة عايدة سامع يا حسين؟ سامع عايدة، ده صوت الدش، الدش انفتح. ازاي انت قمت فتحته؟ لا ما تخافيش يا عايدة، ما تخافيش، انا هقوم اقفل. ايه يا حسين، ايه الحكاية؟ انت قمت فتحت الدش؟ ابدا ابدا انا هتجنن. فتحتوش؟ امال انفتح ازاي؟ مش عارف يا عايده، مش عارف، دي مش اول مره. مش اول مره الدش انفتح قبل كده؟ انفتح كذا مره يا عايده في بيتنا القديم. ايه وانا عايشه انا مش عارف اوصل لسبب للحكايه دي. يعني ايه؟ ما تخوفنيش يا حسين، حد دخل علينا الشقه؟ ابدا ما تخافيش، ما حدش دخل الشقه، دي مقفولة. أمال الدش ينفتح ازاي لوحده؟ بيقولوا أرواح يا عايدة. ايه؟ من يوم أخويا مختار ما مات والدش في بعض الليالي كده بينفتح لوحده. وبعدين يا حسين أنا خايفة. ما تخافيش يا روحي، ما حصلش حاجة، أنت نايمة معايا هو والدش انقفل. المسألة دي بقى لها سنة وما حصلش حاجة، ما فيش أي ضرر. ضرر؟ وافرد أنام في شقة فيها عفاريت؟ معلش يا عايدة استحمل علشان خاطري، أنا جنبك أهو. أنا محتار زيك، إذا فتحت دش ليلة تانية لازم نغير الشقة. أيوة لازم نغيرها. خلاص نام يا حبيبتي، نام، مفيش حاجة، صدقيني يا عايدة. الو، ايوه الو، مين؟ استاذ حسين مصطفى موجود؟ ايوه انا حسين مصطفى. بنفسه؟ ايوه بنفسه. مين حضرتك؟ انا اللي بعت لك الجوابات. انا بستأسف عشان ما جيتش في الميعاد. اسمع بقى بس ما تزعلش علي، انا بقول لك انا مستأسف عشان ما جيتش غصب عني. لو سمحت يعني ممكن نتقابل بعيد عن البيت؟ امتى وفين؟ دلوقت اهو، وفي القهوة اللي على قمة الشارع. ممكن يا بيه؟ وما تنساش الشنطة. معلش ما تتضايقش، انا حاسب لك خبر مع الجرسون. الو الو، قفل السكة المجرم. معلش
ايوه يا بيه. في واحد مستنيني هنا. انا حسين مصطفى. عيب خدته كان قاعد هنا من الصبح راح يشتري سجاير وقال اني قاعد ساعتك لحد ما يرجع. اتفضل حبيبي اتفضل. الترابيزه بتاع خدته اهي عليها الجورنال بتاعه. طب اعمل معروف انا مستعجل، اول ما يوصل قول له خادم. ايوه خادم. مساء الخير يا حسين بيه، انا وصلت اهو. مين؟ ايوه انت. حاجه غريبه مش كده؟ انت اللي بعت لي الجوابات دي؟ انت عباس السواق مش كده؟ انا بلحم ودم. الحمد لله اللي عرفتني. انت نبيه قوي يا حسين بيه. وانت ما جبتش الشنطه معاك ولا ايه يا حسين بيه؟ شنطه ايه؟ لا لا يا حسين بيه كله الا كده. اذا كنت راسم لنفسك سكه تقابلني بيها، انا بقالي 3 سنين قاعد في السجن فاضي ارسم لك في سكك. انا استحملت السجن وقرفه وحبس الحريه المده دي كلها على امل واحد، وما تنساش ان استحملت السجن ده بدل منك. بدل مني؟ بدل مني ازاي؟ انت اتجننت؟ ما اتجننتش ولا حاجه. امال استحملته بدل مين؟ استحملته لان دي عقوبتك. انت ضربت اخويا في الضلمه وقتلته واخدت عقوبتك كده، ويمكن كمان اقل من العقوبه اللازمه. انت اشتركت في جريمه قتل عمي لكن نفدت بجلدك من القضيه دي. وايه كمان؟ انت انا عايز اعرف انت عاوز ايه مني بالظبط. اسمع بقى، لسه صغير وبعدين انت ما تعرفنيش. صحيح انت نبيه وعرفتني على طول، لكن انا نبيه برضه، وما تخلش عليا اللعبه دي. يعني ايه؟ يعني انت عارف وانا عارف. انت عارف انك قتلت انت واخوك عمك المسكين. اسمع. اسمعني انت للاخر، وعشان ما تقطعنيش لازم تعرف اني كنت جوه الفيلا ليله الحادثه. جوه الفيلا؟ ايوه. وانا لما سمعتكم بتضربوا الاستاذ مرسي نطيت من الشباك واستخبيت في الجنينه. وبعدين؟ وبعدين انتوا طلعتوا تجروا من هنا، وانا دخلت تاني اشوف الحكايه. حظكوا كان كويس عشان انا كنت سكران. كنت شارب لاخر نفس، والخمره هي قالت لي ان انا لو قعدت هيمسكوني معاكم. اخدت جزمتي وبقيت هدومي وجريت بالعربيه. حظ اخوك جه كده، انا ما كنتش اقصد. لولا الخمره انا كنت رجعت لك وكنت هرجع لك صحيح. ومين اللي قال لك اني كنت مع اخويا؟ ما تحاولش يا بيه، مفيش فايده من المحاولات دي كلها. انا شفتك كويس ليلتها وانت طالع من الفيلا، وكنت مع اخوك ساعه ما ضربته. كل دي اوهام من دماغك، انت كنت سكران وتهيألك كده. انت بتضحك على ايه؟ انا عاوز افهم. عشان انت ما انتش عارف ايه اللي انا عارفه وايه اللي انا ما اعرفوش. وبعدين بقى؟ ما تزهقش قوي عليا، انا ما زهقتش 3 سنين في السجن. هتزهق انت من 3 دقايق قعدناهم مع بعض. شوف يا بيه، محاولاتك دي عشان تهرب مفيش منها فايده. انا عندي الاثباتات والشهود اللي علقوك في المشنقه لغايه دلوقتي. ارجوك اتكلم عادل. انا بتكلم عادل خالص. اعمل حسابك، انا شفتك وشفتك وانت بتركب عربيه النقل. فاكرها يا حسين بيه؟ عربيه مش فاكر. الاستاذ سيد اللي انت قلت له انك تلميذ وابوك مات في طنطا، ها؟ شفت سكت ازاي؟ الاستاذ سيد موجود. انا خدت نمره العربيه وقابلته لما انا طلعت من السجن، وافتكرك كويس قوي. افتكرني ازاي؟ ما تخافش، انا عارف اللي بيدور جوه دماغك. ما تخافش، انا ما قلتلوش حاجه. أنا سألته عليك بس، وهو افتكرك كويس لأنه ربنا نجاه في الليلة دي من الموت. وكان فاكر إن ده بسبب المعروف اللي عمله فيك، وحتى فاكر كمان الشنطة اللي كنت هتنساها في العربية. غريبة. حد ينسى شنطة زي دي يا بيه؟ لكن أنت كنت معذور، الله يكون في عونك. كنت في ورطة كبيرة. أنا ده أنت بطل اللي قدرت تبعد نفسك من الموضوع وطلعت كده زي الشعرة من العجينة. وبعدين؟ ولا قابلين يا بيه. أديك شفت، عندي شهود، سواق وتباع
وممكن اجيبهم للبوليس ويشهدوا بكل حاجة. انا مش عايز منك حاجة، مسألة بسيطة خالص. انا قلت لك في جواباتي انا عايز نصيبي بس من الحكاية، ونصيب بسيط خالص. ايه يعني شنطة فيها 3000 جنيه؟ شنطة جنب التركة الكبيرة اللي حضرتك ورستها وبتتمتع بيها. وبعدين انا عايز اقول لك حاجة. ايه تاني؟ ما تخافش، انا بس بشرح لك ظروفي. انا راجل غلبان وتعبت وشقيت كتير، ودي فرصة العمر وكانت قدامي. انا هاخد القرشين واعمل لي مشروع اكل منه عيش، اعيش بيه زي بقيه الخلق. انا هاخد القرشين وكل واحد يا عم يروح لحاله، اللي مات مات واحنا اللي فاضلين على ظهر الدنيا. اسمع، انا هدي لك الشنطه. يا ام ابراهيم. ام ابراهيم روحت من بدري، انا هشوف مين. استاذ حسين موجود؟ الله. ايوه موجود. نقول له مين؟ عباس. قولي له عباس لو سمحت. مين يا عايده؟ الاستاذ عباس. عباس. ايوه يا حسين، في حاجه؟ لا ابدا ولا حاجه. ادخلي انت يا عايده، نامي زي كنت هتنامي. ده واحد له شغل عندي، انا هتفاهم معاه. طيب يا حسين. مساء الخير يا حسين بيه. ادخل اتفضل. من هنا؟ تعالى. ازاي تجيلي هنا؟ انا عاوز افهم باي شكل باي حق تجيلي بيتي هنا ازاي؟ حلمك عليا بقى. الله، قلت لك اجيلك المكتب قلت لي لا، وانا قلت لك في التلفون ان انا جاي لك هنا. على الاقل هنا ساتر، ولا من شاف ولا من ديري. الله، هو يعني لما قابلك في قهوه حاجه كويسه؟ حد يشوفك ولا يشوفني ويكون راسي على الموضوع يقول ان في الامور امور؟ اسمع، انا مش ممكن اسمح بحاجه زي دي ابدا. فهمني، انت عاوز ايه؟ ايه اللي انت عاوزه بالظبط واختصر كده؟ خلاص باختصار كده، انا عايز 1000 جنيه. مش انت اللي بتقول لي بالاختصار بالعربي الفلوس اللي خدتها منك ضاعت؟ ضاعت، اتفرتكت مني وانا ماليش ملجأ الا انت. المشروع اللي انا دخلت فيه ما نفعش، اديني فرصة تانية وبعد كده مش حواري لك وشي ابدا. ما انت قلت لي كده المرة اللي فاتت. لا، المرة دي بقى مفيش مرة تانية بعدها. طب وايه رأيك بقى اني مش هدي لك فلوس بعد كده ابدا؟ يبقى انت حر بقى، يبقى ذنبك على جنبك، تبقى تقتل عمك انت واخوك، وانا اشيل السجن على كتافي، وتغرق انت في تركة بتاعت 100,000 جنيه، ومستخسر فيا 1000 جنيه. 1000 من 100,000 يا ظالم. طب سامع عليك. استنى، تعال هنا. ايه اللي يضمن لي ان دي اخر مرة تجيلي؟ امضي لك على ورقة. يا بيه يا بيه، هو يعني ان انا هجيب لك ضامن يعني ولا ايه؟ عيب، ده سعادتك راجل متنور وتفهم احسن مني. كلمة، خدها مني كلمة شرف. طب انا هصدقك كمان المرة دي، بس لازم تفهم انها اخر مرة. وشرفك يا بيه اخر مرة فعلا. طب اسمع، انا ما عنديش المبلغ اللي انت عاوزه دلوقتي. لا معلش يا بيه، معلش، انا راجل بنفهم برضو على قدي. نستنى يوم اتنين الدنيا ما طارتش. طب اسمع، النهاردة الخميس، يوم التلات معادنا زي دلوقتي. خلاص حسين بيه، والنبي ما تكونش زعلان مني. انا غصب عني. سلام عليكم. قبل ما تمشي انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل. باي صوره فرتكت 3000 جنيه في ما فيش 3 اشهر؟ ظروف يا حسين بيه، ظروف سودة بعيد عنك. انت قلت انها كانت شنطه منحوسه، وهي منحوسه بصحيح. ما فيش داعي للتفاصيل. تصبح على خير يا بي. معلش قلقتك والوقت متأخر. حسين. ايوه يا عايدة. انا عايز اتكلم معك 5 دقايق. غريبة،
وخمس دقايق ليه؟ ده احنا قاعدين اتكلمي للصبح حتى. احنا تعودنا من يوم عرفنا بعض ان الصراحة تكون هي الرباط اللي بيننا، وانا من يوم عرفتك عمري ما خبيت عنك حاجة. غريب، ايه المناسبة؟ شوف يا حسين، من غير لف ودوران وبصراحة كده، ولو انها مر على قلبي. ايه عايدة؟ ايه في ايه؟ انا عرفت السر اللي انت مخبيه عني، واللي ملا حياتنا من يوم ما اتجوزني قلق وهم وانشغال وتلف اعصابنا. الله، سري ايه يا عايده؟ انا عرفت كل حاجه يا حسين. انا سمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين عباس السواق في الاوضه دي. بتقولي ايه؟ سمعتي ايه؟ سمعت كل حاجه، وعرفت سر قلقك، وعرفت سر جريمه قتل عمك. اللي سمعتيه ده غلط يا عايده. انا ما قتلتوش ولا اشتركت في قتله. حسين، ما تحاولش تدور على كدبة جديدة تقولها لي. أنا كل الحكاية بحاول أنقذ سمعة أخويا اللي مات. أنا مش صغيرة يا حسين علشان تضحك علي بكلام زي ده. أنا ما نمتش دقيقة واحدة اليومين اللي فاتوا، أنا هتجنن من كتر التفكير. طب بس اسمعيني يا عايدة. شوف، اسمعني أنت. أنا فكرت كتير وفكرت بالعقل، وما اعتمدتش على عقلي بس، أنا سألت كل اللي عرفهم واستشرتهم. إيه؟ ما تخافش، ما حدش يعرف إن ده موضوعنا. كل واحد استشرته قال لي ان ابلغ عنك. تبلغ عني؟ وبالرغم من كده انا برضو فكرت وخدت قرار، لان دي مسألة تتعلق بحياتي كلها ومستقبلي. انا قررت ان احنا ننفصل عن بعض نهائيا. عايدة، ننفصل؟ ايوه، نتطلق. انا مش ممكن اقدر اعيش معك تاني بعد ما عرفت الحكاية دي. كل واحد مننا يروح لحال سبيله، يمشي في طريقه اللي ربنا كتبه له. أنا صحيح يمكن مستقبلي ضاع وحياتي، لكن هو ده الحل الوحيد. عايدة، خلينا نكمل يا حسين. وبعدين عشان أنا ما كانش ليا في الموضوع ده وكنت ضحية لظروفك، لازم تعوضني، تديني 1000 جنيه زي اللي هتديهم لعباس. مش هيأثروا معك في حاجة، لكن هيساعدوني لغاية ما أكمل الليسانس بتاعي وابتدي حياتي من جديد. عايزة تسيبيني دلوقت بعد ما انتهيت؟ وهو اللي انا عملته ده شويه، كل اللي عملته ده ليه؟ ما انا عملته بسببك، عشان بحبك، عشان اتجوزك. انا ما قلتلكش اقتل. انا ما قتلتش. وبعدين ايه الفرق بينك وبين عباس؟ انتوا الاتنين بتبتزوني، انتوا الاتنين بتسرقوني. انا يا حسين وانت العن. كنت عاوزه تعملي فيا ايه اكتر من كده؟ هي حياتي اختل ميزانها من ايه الا منك وبسببك. وانا عملت اللي عملته الا علشان خاطرك، ويطلع جزائي على الاخر هو ده ومنك انتي. نامي يا عايدة، انا مش ممكن حاجة تحطمني ابدا. انا اتحدى كل عقبة، كل الظروف بعقلي. بالعقل، كلمتك المشهورة يا عايدة. انت جيت انت الاخر، انت اللي جنيت على روحك. مساء الخير يا حسين. مساء الخير يا استاذ عباس. ادخل ادخل. مؤاخذة بيع الازعاج، انا عارف اني ضايقتك كتير، معلش استحملني، دي اخر مرة تشوفني فيها. انا حاسس انك صادق المرة دي يا عباس، وان دي فعلا اخر مرة هتشوفني فيها. الحمد لله، عشان تعرف ان اللي في قلبي على لساني. اقعد يا استاذ عباس، هنا هنا، ما يهمكش، اصل ما فيش حد في البيت، والشنطة قدامك يا عالخرابيزة. عد فلوسك. لا سمح الله يا بي، برضو انا هعد وراك. لا، عدهم، لانهم 500 جنيه بس، مش 1000. ليه يا بي؟ وده كان اتفاقنا؟ لا لا، ما تتخضش، الخمسمية التانيين حيوصلوا وانت قاعد، مفيش دقايق. اصب لك شاي، انا لسه عامله بايدي. شاي نشرب بيه، ولا اقول لك معلش عافيني. رجعت في كلامك ليه؟ اعذرني يا بيه، الاحتياط واجب برضو، سامحني. على العموم، اذا كنت عايز تسقيني حاجه، اشرب ازازة ازوزة ساقعة من التلاجة. مش تلاجة دي برضو؟ ادي يا سيدي، انت شخص غريب قوي يا عباس،
انت فاكر اني حاطط لك حاجه في الشاي؟ ها، وانت فاكر لو انا عاوز اتخلص منك حاجه يعني؟ العفو بيه، مش قصدي، اعذرني. طيب يا سيدي اتفضل، الازازه اهي، افتحها بايدك اشرب يا عباس. الله، ايه الحكاية؟ مالك؟ دماغي بتلف. نهار اسود، الأزوزة كان فيها حاجة. يا راجل انت مجنون، حاجة ايه وبتاع ايه؟ اقعد ريح نفسك في الكرسي وانت تفوق. لا انا قايم. قايم فين ورايح فين؟ الباب. لا مش من هنا. الباب من ناحية دي يا عباس. لا مش من ناحية دي. دماغي من ناحية دي يا عباس. لف معايا. اقع يا اخي، دوختني وقلبت كيان حياتي، عمال تتحنجلي وتقولي شي لا، امال انا مقعدك قدام التلاجة مخصوص ليه؟ فكرك ان مخ متعظبط زي مخك؟ عظيم، مادام وصلنا لكده يبقى كله هيمشي تمام وهترتاح يا حسين بعد طول عذاب. بس الشولة وقتها جه. ايوه كمان، خير؟ خدت الاوراق اللي سبتها لك؟ ايوه كمان، متشكر قوي. وازاي مدام عايده؟ كويسه؟ ليه، هو مالها؟ مش عارف، زي اللي كانت تعبانه امبارح يا حسين. فعلا يا كمال، مش عارف اقول لك ايه، عايده تعبانه جدا اليومين دول، اعصابها تلفانه خالص. تصور دلوقتي تسيب البيت كده هوت وتمشي، ما تعرفش هي راحت فين وجت منين. معلش يا حسين، معلش، انت عارف عايده رقيقه واقل حاجه بتتعبها، خليها من عندك انت واستحملها. ميرسي يا كمال، انا حبلغها انك سألت عليها، اصلها طلعت راحت تزور باباها، عيان ويظهر انها حتبات هناك. طيب يا سيدي، تصبح على خير. صباح الخير يا خلف. أبوي، سعادة البيه، دلوقتي هو محدش وصل لسه يا خلف؟ مش السبة النهاردة؟ ايوه يا بيه، لكن احنا لسه بدري كتير، ده الدنيا لسه عتمة، يا دوب هتفتح. يظهر اني استعجلت، مش معقول بقى هرجع تاني، انا هقعد في الدفا هنا جوه العربية. اسمع يا خلف. نعمين يا سعادة البيه. تقدر تجيب لي علبة سجاير زي دي؟ لا سجاري خلصت. قوي يا بيه، بس عغيب عليك خمس دقايق، فيه دكان فاتح اليمادي عند محطة القطر. طيب يا خلف، خد العلبة الفاضية دي. إيه؟ واجنيهم. بس اسمع. ايوه يا بيه. ما تغيبش. حاضر يا بيه. انا هدخل العربية تحت الشدة دي بعيد عن ملقى في الهواء، ها، على بال ما تيجي طيارة يا بيه. عظيم، يبقى ما فيش قدامنا دلوقتي الا نحط الشوالين في البير، وكلها ساعة واحدة وكل شيء ينتهي، وادفن متاعبي للأبد. ده كلام يا ريس جد؟ ساعة ونص وانتوا لسه ما عملتوش حاجة؟ حالا يا بيه، خلاص كلها خمس دقائق وحنبتدي نرمي الاسمنت. اعمل لك همة جاد، انا مش فاضي، انا عاوز اتفرج على الاقل على اول بير هينصب ازاي. حاضر يا بيه، حاضر. طيب انا عند البير، هقف عليه هناك. اعمل لك همة. بوي، ايه يا اخوي ده؟ ده ناقص يشيل له قصة على الضهر. بوي عشنا وشفنا يا بوي. Thank you.
حسين بيه؟ ايوه. هو فين؟ جوه الشده يا بيه، واقف عند البير اللي حنصبوه دلوقتي. خير يا بيه؟ ايه الحكايه؟ هو مال النهارده مغفل كده من اول وليه؟ فين حسين بيه بتاعكم؟ مش كان واقف هنا؟ ايوه كان واقف هنا دلوقتي يا بيه. راح فين؟ انا شايفه طلع دلوقتي على طول على السجاير الخشب دي، دخل في البنايه من هنا على فوق. هناك اقعد عندك يا حسين، سلم نفسك، هرب بالمار. طوق العماره يا مصطفى، طوق العماره واوعى يهرب منك، واتنين ثلاثه يجوا ورايا. لف من السقايل دي يا. طب لف معاه، لف يا شعبان، انت وهو، انت وعلي. يا حسين يا حسين، مفيش فايده، سلم نفسك، اقف عندك. الله، ومجنون بيجري رايح على فين كده؟ الله يا ساتر. الله يا حسين. الله 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 الله. اتكلم يا حسين، وديت عباس فين؟ اتكلم، وديت عباس فين؟ انت اسألوا على مراته كمان. انا كمال عبد الحميد المحامي، مراته مش موجودة الاخرى. حسين حسين رد علي، انا كمال يا حسين، وديت عايدة فين؟ عايدة يا حسين. هو يظهر انه عاوز يتكلم، عاوز يقول حاجة. ايه يا حسين اتكلم، انت بتضحك، بتضحك على ايه؟ وديت عايدة فين؟ وديتها فين؟ مفيش فايدة، مات، انتهى خلاص. وبعدين ودهم فين؟ لابد حبسهم في حتة. وإيه سر ما جئوا هنا؟ لابد فيه سر. كان بيعمل إيه هنا رجالة؟ كان جاي يشوف صب الإسمنت في البيار بنفسه. يبقى السر في البيار دي، فتشوها يا جماعة. الحقوني يا رجالة، فيها يا رئيس خلف، فيها يا رئيس خلف، حد بيصرخ جوه البيت. في ناس جوه البير ده. تقبضوا عليا ليه تاني؟ انا عملت حاجة؟ انا هشتكي. انت لسه قدامك تحقيق يا عباس، واحمد ربنا ان الجواب اللي انت عطيته لصاحبك يوصله لنا. لو اتأخرت عند حسين وصلنا، واحمد ربنا كمان ان احنا اهتمينا بيه وقريناه كله. لولا اهتمامنا كنت بقيت دلوقتي عمود اسمنت مسلح كده، ولو انها برضو ما تفرقش. عايدة، انا جايب لك خبرين، واحد حيضايقك شويتين وواحد حيبسطك. ها اقول انه الاول؟ الاولاني طبعا يا كمال، ولو ان مفيش حاجه دلوقتي ممكن تضايقني بعد الكابوس التقيل اللي انا كنت غرقانه فيه. خير؟ اولا ما تنتظريش من تركه حسين حاجه، لان الاموال اللي ورثها عن عمه هتروح لقريبه اللي هو كان حاجبه من الميراث. المبدا القانوني انت عارفاه، ان القاتل لا يرث في قتيله، فحسين مش هيورث من عمه حاجه. ما تفكرش يا كمال ان دي حاجة تزعلني ابدا، انا ما كنتش هكون سعيدة بالمرصد اطلاقا. الخبر المفرح بقى، الكلية يا ستي قبلت التماسك، وممكن تستأنف الدراسة من اول السنة دي. الحمد لله، الفضل يرجع لك يا كمال. انا مش عارفة اوفي جمالك دي ازاي، مش عارفة اقولك ايه. لا انت عارفة، المسألة في ايدك، مفيش داعي للمناورة اللي ضيعت مننا العمر ده كله. عايدة انت عارفة اني طول عمري بحبك ولسه بحبك، ويسعدني جدا لو قبلت تتجوزيني. اللي تشوفه يا جمال، انت كنت السبب في انقاذ حياتي، وحياتي من اليوم ده ملك ايديك انت، اتصرف فيها زي ما انت عايز.